خير. السلطات في البلد إما فارغة أو مشلولة، في حين ينتفض اللبنانيون كل على طريقته وحسب أهوائه. البعض ينزل إلى الشارع مدعوما من آلاف تعبت من انتظار ما لا يأتي ومن وعود لا تنفذ. البعض ينتقد المتظاهرين ويرفض حراكا غير معروف النتائج. لبنان مقسوم مجددا بين من يقول إذا ما كبرت ما بتصغر، وبين من يرى أنه عندما تكون في حفرة عليك التوقف عن الحفر. فمن يحفر لنا؟ هل تحرك الشارع بريئا؟ كيف ينتهي فصل التظاهر هذا والاحتجاج؟ متى تفرج؟ متى يؤمل من حوار 9 أيلول؟ ولماذا ينزل العونيون إلى الشارع؟ وبماذا سيخرجون منه؟ الليلة نستضيف معنا في استوديو رئيس اتحاد رجال الأعمال المتوسطي أستاذ جاك صراف. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. في عناوين اقتصادية كمان، مش بس عناوين سياسية، ما في شك. ونرحب أيضا بعضو الأمن العام لقوى 14 أذار أستاذ نوفل. دور مصر الخير أستاذ نوفل. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ومعنا مدير تحرير جريدة المستقبل أستاذ جورج بكاسيني. مساء الخير أستاذ جورج. أهلا وسهلا فيك. والمستشار الإعلامي للرئيس ميشيل سليمان بشارة خير الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشارة. في الحلقة أيضا جولة تفصيلية مع العميد الركن الطيار أندري أبو معشر حول معرض الأمن في الشرق الأوسط وعناوينه الأساسية في الأمن ومكافحة الإرهاب. البداية طبعا من التطورات الكثيرة أستاذ نوفل، بدي أبلش معك بداية. يعني مثل ما شايف المشهد اللبناني اليوم، الشارع متحرك في حين سلطات إما فارغة أو مشلولة، مع كلام أنه في احتمال يكون في جلسة لمجلس الوزراء في حال كان في إقرار لخطة النفايات أو حل النفايات يوم الجمعة، مثل ما صارت المؤشرات كلها حتى الساعة بتشير. كيف ترى الحراك ذاهب، حراك الشارع؟ الكل عم بيقول عم بتفهم الناس، ولكن هل لديك هذه الولكن؟ طبيعة الحال المشكلة اللي عايشينها اليوم أنه الورطة تتمثل بأنه لا الشعب مسموح ينكسر ولا الدولة مسموح تنكسر. وأسوأ ما في الموضوع وكأنه نحن بمباراة من يرتكب أخطاء أكثر من الثاني. هل الدولة بترتكب أخطاء أكثر من الناس اللي عم تتظاهر، أو الناس اللي عم تتظاهر بترتكب أخطاء أكثر من الدولة؟ بوقت اللي مطلوب أنه هذا الحراك الشعبي يلي عم نعيشه اليوم فعلا نحافظ عليه برموش العين من حيث المبدأ كمبدأ حراك، لأنه بدونه وفي غياب المؤسسات تغيب كل أطر المساءلة في البلد. نحن المشكلة اللي عم نعيشها اليوم بالواقع منا بنت اليوم، بنت 30 سنة قطعوا من بعد اتفاق الطائف، ولغاية اليوم غابت المساءلة لسبب بسيط هو التنفيذ الخاطئ لاتفاق الطائف. من بعد اتفاق الطائف بس الناس فيها تحاسب بالشارع؟ يعني وقت اللي ببطل عندك محل تحاسبي فيه، مفترض بالناس تحاسب بالشارع. إنما برجع بقلك مش بمنطق لا قصر الشعب ولا وزارة الشعب. يعني إنه بالزمان عيشونا ب 88 إنه هذا القصر ما له ملك، هذا مين ما كان بيطلع فيه، وهذا قصر الشعب، وطلعوا يا شباب وشوفوا شو بدنا نعمل، فتنا بالحيطان. اليوم كلنا سوا مع الاحتجاج، كلنا سوا مع إنه الناس تعلي صوتها، بس ما بيجوز المنطق اللي ماشي إنه هيدي الوزارة وزارتنا ونحن الشعب وقلنا حق فوت نعمل شو ما بدنا فيها. لا، هذا كمان ما بيجوز. لهالسبب نحن اليوم أمام مشكلة أساسية هي البحث عن العقل في هذا الزمن يلي ما بقى في عقل بكل بساطة. وما بدي حدا يزعل مني من المتظاهرين، لأنه كلهم أصدقائنا وأصحابنا. وبنفس الوقت كذلك الأمر الناس اللي متولين السلطة بالبلد اليوم بدهم يوعوا أنه غياب المحاسبة الناجم عن غياب المعارضة والحاكمين منذ العام 90 ولغاية اليوم. نحن إذا بس بتاخدي 3 صور أساسية من 90 لل 2005، ترويكا حكمت البلد، وبالتالي كنا نركب حكومات على صورة مصغرة لمجلس النواب، ما عاد في نائب يحاسب حدا. من سنة 2005 لل 2009 عشنا على الاتفاق الرباعي يلي تجاوز الأطر الدستورية. من 2009 لليوم عشنا على اتفاق الدوحة يلي كذلك الأمر عمل حكومات ما لها علاقة بالمنطق الدستوري، لها علاقة بتفاهمات سياسية. والله يستور من 9 أيلول يلي أخذنا كذلك الأمر مثل ما الأمور شايفة على تسوية سياسية على حساب الدستور. هذا الشيء بيعطي اللبنانيين كامل الحق
بانه ينزلوا على الطريق ويقولوا خي مين بده يحاسب مين. اذا كل حكومه بتجي على البلد هي صوره مصغره عن مجلس النواب، وحسب الدستور اللبناني مجلس النواب هو الذي يسائل ويحاسب السلطه التنفيذيه في البلد. وقت اللي بتكون السلطه التنفيذيه هي نفس السلطه التشريعيه ما عاد في حدا يحاسب. هنا تشتغل الديمقراطيه التوافقيه استاذ، توافقيه مش بس ديمقراطيه، التوافقيه اللي في فريق كبير بيصر ما في غيرها اليوم. سميه اللي بدك اياه بس ما تقولي لي هذا دستور وهذا قانون. فرجيني بالدستور اللبناني وين في شيء بيقول بروح على الدوحة بقول انه قررت تشكيل حكومة من 3 عشرات وقررت اعمل قانون انتخابات على اساس الدائرة، والدائرة الثانية ببيروت بيكون فيها مرشحين من هو ومرشحين من هو. شو عم خبر العالم يعني؟ بيني وبينك في مطرح من المطارح نحن الناس المتعاطة بالسياسة انفلقنا من هذا الموضوع، انه ما بقى يعني ما بقى تنحمل الامور بهذا الشكل. بدنا نوصل لمطرح نحن نطبق النظام مش نسقط النظام. المشكلة أنا اليوم ما أخذي على المتظاهرين أو على بعض المتظاهرين يلي بيقولوا نريد إسقاط النظام. نظام نحن لازم نطالب بتطبيق النظام مش بإسقاطه. مشكلتنا أنه في طبقة سياسية في لبنان هي اللي أسقطت النظام، ولازم كلنا نتظاهر تنرجع نرد النظام السياسي على البلد مثل ما هو. نظام الديمقراطي البرلماني بلبنان ما بحياته تطبق على الأقل من 1990 لليوم، من بعد اتفاق الطائف لليوم كلنا عم نشكي انه اتفاق الطائف طبق بالوصاية السورية وبالاحتلال السوري، ورجع طبق بالمساومات السياسية اللي صارت بالبلد من سنة 2005 لليوم. طيب في كتير عناوين خاصة هي الله يستر من 9 أيلول، يعني ما بتمرق هيك 9 أيلول، موعد للحوار لطاولة جديدة ما بين اللي إذا بدك فاعلين مكتبين بالبلد يرجع يقعدوا مع بعض ويحاولوا يرتبوا الأمور. فليه بدنا نخاف من هكذا طولة؟ رح ارجع لها، بس بدي اسال هون استاذ جورج بكسيني، يعني تنرجع هيك الى الاساس، الناس صارت زباله تحت مناخيرها وقررت تنزل تنطفت تعبر انه هيدا الوضع مرفوض، قالوا للمسؤولين طلعت ريحتكم، شعار كثير حلو كثير جيد وبمحله. طيب بعد ما وصل الوضع للزباله الناس شو بدها تعمل؟ يعني نزل كتير شعارات، دخل كتير شعارات، البعض عم بيقول انه ايه هيدي الشعارات اللي عم تنزل ما بتتنفذ بتخرب البلد وغيرها، بس المواطن اليوم الكل عم نقول له ما بتنتفض وما بتتحرك، تحرك. طيب بعدين لوين بدنا نروح من هون؟ اولا ما بنرد عليه من كفة هيك؟ هيدا رد على عجز سياسي مع مفعول رجعي، رد على انسداد الافق السياسي بالبلد وانسداد افق المؤسسات. لما المواطن قاعد عم بيتفرج على الزبالة قدام بيته وعم بتأثر على صحته وعلى وضعه كله، وشايف السلطة معطلة ما عم تعمل شيء، حتى الزبالة مش قادرة تلمها، حتى حتما هذا المواطن بده ينزل على الشارع، انه شو عنده افق تاني اذا عبر المؤسسات مش قادر يعبر وهي المؤسسات معطلة، شو بيعمل المواطن؟ لذلك أنا بعتقد أنه هيدا رد على هذا العجز اللي له أسباب. هلأ المواطن ما فيك تطلبي منه هو يحلل أسباب هيدا، يعني هو شاف النتيجة اللي هي زبالة بس ما سأل شو الأسباب، وطبيعي يعني هو بالآخر المواطن مش فرقاني معه شو الأسباب، فرقاني معه النتيجة ونزل على أساس النتيجة. أما الأسباب، أهم سبب لما عم نشهده اليوم هو وصاية التعطيل. كنا بوصاية للنظام السوري على المؤسسات بالبلد، فتنا بعد 2005 بما يسمى وصاية التعطيل، صارت الأقلية عم تتحكم بالأكترية. بلشنا بعجز عن انتخاب رئيس جمهورية، البعض كان معتبر وكان يدعي ويقول انه رئيس جمهورية ما له صلاحيات بالبلد، واذ اكتشفنا بهالتجربة بغياب رئيس جمهورية كل شيء تعطل، وفي امعان بتأخير تأخير انتخاب هذا الرئيس. لو حكومة متجانسة ما في تعطيل. صحيح. اثنين، انتقل هذا الفراغ على السلطة التشريعية، انتقل على السلطة التنفيذية. بدي اعطي مثل بسيط. طيب هي زبالة. طيب امبارح المجتمع المدني من اسبوعين انا سمعتهم على التلفزيون بالمظاهرة اللي عاملينها دعيوا انه تحرير اموال البلديات، فالبلديات هي تعالج قصة النفايات مناطق، صحيح هالكلام؟ طيب قامت الحكومة الأسبوع الماضي طلعت مرسوم بهذا، أخذت قرار. طيب هذا القرار بعد ما توقع في وزيرين بالحكومة ووقعوا. هلا بتفوتي بنقاش شو آلية الحكومة، كيف التصويت،
بالثلثين بحسب الدستور بالاجماع شؤون الناس واقفه، يعني هذا هو الخلاصه. هو المواطن اللي قاعد ببيته عم بيتفرج على التلفزيون او عم بيتفرج على الزباله قدام بيته ما بيعرفهم، وطبيعي ما يعرفهم، في ناس بيعرفوا في ناس ما بيعرفوا، بيحاكم على النتيجه. ولكن في اسباب موضوعيه فعليه بالبلد اسمها وصايه التعطيل، واسمها انه اقليه عم تتحكم باكثريه، وهي عمليا مش بس عم تتحكم باكثريه نيابيه، عم تتحكم باكثريه اللبنانيين وبكل اللبنانيين. وصلتنا لهون، هيدا انسداد الافق السياسي. المواطن اللي قاعد ببيته وشايف هاي السلطه معطله من راسها لاخمص قدميها ومش قادر تلم الزباله، حتما بده ينزل على الشارع، ومعه حق ينزل على الشارع بكل بساطه. هون استاذ جاك، كلفة هذا الشارع، يعني ما حدا عم بيحط اذا بدك هون في الاعتبار قد ايه الوضع مأساوي، قد ايه الوضع تعبان، تصنيف لبنان الائتماني بي ماينس. يعني حضرتك رجل اعمال، رجل اقتصاد، والبعض حتى يمكن ببعض الاحوال بيشوف انه انتم بتنطالوا عبر هذا الحراك وغيره، كثير من جوكم، من بيئتكم، من بيئه رجال الاعمال عم بيحذروا. وصار لكم فتره 25 حزيران كان في تجمع كثير كبير في هذا الاطار، بس ما شفنا يعني اي تحرك اذا بدك ملموس جدي لافهام الناس شو هو الوضع تحديدا، لنقول لهم انه اليوم اذا تظاهرنا او حركنا الشارع كيف بياثر. فيك تعطينا هيك ملخص شرح كيف يؤثر حراك الشارع على الوضع الاقتصادي بالبلد؟ وهل هيدا ريليفنت مهم يعني اليوم باللي نحن فيه بعمق الازمه؟ تفضلتي وقلتي نحن كنا اول المتظاهرين، بس نحن تظاهرنا ب 25، مظاهرتنا ب 25 حزيران كانت سلميه، وبالعكس لاول مره الهيئات الاقتصاديه مع الاتحاد العمالي مع المهن الحره 31 مؤسسه اجتمعوا بالبيال مع 1000 رجل أعمال كانوا موجودين وعمال ومهن حرة، صرخنا الصوت ب 25 حزيران وقلنا إنه ما بقى فينا نحمل هالوضع. بس نحن ست بولا دغري حبلش قلك نحن مش مخربين، نحن ثقافتنا المؤسسة، مثل ما منحافظ على مؤسساتنا منحافظ على لبنان بالمؤسسة. لبنان بالنهاية منو كل مين ايده اله، منو لا رئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه ولا للوزراء ولا للنواب، لبنان لمجتمعه، بده يبلش المجتمع يكون منتمي له. نحن بالهيئات الاقتصاديه في عندنا مثل ما بنسميهم حمائم وصقور، الناس بده يروح على الحسين المدني، لا روح وين عم نروح؟ عم نخرب بلدنا. هذا مش لغيرنا بس الهيئات الاقتصادية، يعني مش قليل انه مرة دعيت للإضراب كمان، يعني اللي هو اللي هو غريب عادة اللي هو ضد مصالحكم. مزبوط، مش بثقافتنا، مش مصالحنا. نحن اليوم إذا بتحكي بالحق مصالحنا مهددة، نحن المتضررين، نحن اللي عم ننتج بهالبلد، غيرنا عم بيستفيد. بس انتم بتحملوا، غيركم ما بيحمل. هيدا هيدا اللي ما بيحمل الجيع وتعب نزل الى الشارع ليقول لا. انا بس على كلمه مخربين لما تقطع هيك استاذ جاك لما تنفهم غلط، خلينا نقول انه نزلوا الالاف سلميا بتظاهر حضاري جدا، اذا كان في يعني لا. كم شخص تخريب بده كم شخص بس. اذا عم بتسبي علي هون لا مش عم سبي، انا ما قصدت، خليني اوضح بها النقطه. أنا إذا بدك تقارنيني هل أنا مع أو ضد، أنا بين أول سبت لحديت الساعة 7:30 أنا مع، أنا تاني يوم نهار الأحد لحديت الساعة 7 أنا مع، أنا حتى امبارح مع لحديت إن فتنا ودخلنا لجوا لا. أنا كنت كتير سبت الماضي مبسوط، وأنا كنت بالهيئات الاقتصادية من أكثر أشخاص معترض على ما حصل، قلت لهم ننتبه، ما انه هاللي حصل امبارح نهار السبت والاحد، هذا كان اول سبت واول احد، هذا بدنا نحافظ على مؤسساتنا على لبنان. هون عم نحكي الخوف اللي عندنا، ليه؟ شو بدي؟ انا بدي اشتغل وبدي احافظ على عمالي. انت بتعرفي بالذات وموجودين بمؤسسه مهمه، اي حاله مثل هي اذا صار عليك فدخلوا على المؤسسه تبعك وقدموها، وين رحت بموظفينك وبعمالك؟ انا شو بده يصير فيني بمحلاتي بالسوليدار؟ يا جماعه السوليدار منا ملك اي شخص، ملك المجتمع اللبناني كله. ما بدي اقول سوليدار، حتى الكلمه اللي اخترناها ببياننا
قلنا الوسط التجاري، وقلنا هذا الوسط في رئاسة، في مجلس النواب، في مجلس، في الحكومة، في وزارات موجودة، في مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص. في بروباغندا صار لسنين استجاك، بما انك ذكرت سوليدير او الوسط التجاري، بتصور هذا الوسط كانه هيدا لفئه معينه، انا ماني معني فيه، في حتى دعوات نزلوا كسروا خربوا، عم تسمعهم يعني حضرتك. انا اذا عم نكسر ونخرب، عم نكسر ونخرب بلبنان. انا في ناس بتقول انا مش معني، انا من موقعي كشخص دائما بيقولوا لي اف انت بتشوف دائما النص الكبايه المليانه ودائما متفائل. انا لا، بقول لك اليوم بحاله ياس. ليه؟ استاذ نوفل عم بيقول انه لازم، ما لازم نطالب باسقاط النظام، ما لازم يطالبوا باسقاط النظام. ليش في نظام؟ هو في نظام بس ما بعرف وين المشكله. وين النظام؟ وين رئيس الجمهوريه؟ وين مجلس النواب؟ وين السلطه؟ وين هيدي السلطه؟ هذا كله النظام. يعني اذا بدي اروح بهذا النظام، لازم استجاك اهم شغله نفرق بالتعبير بين النظام وبين السلطه السياسيه التي تتولى النظام. وين السلطات في هذا النظام؟ انا معك. وين كيف يعمل هذا النظام بدون سلطه؟ في السلطه الامنيه، انا معك السلطه الامنيه عم تقدر تحمينا، نشكر الله. حتى لدرجه شعرت الا نشعر بعسال امنا اكثر من وسط تجاري. علي هذا الخوف، شكرا للنظام الامني، شكرا ما يحصل هذا الشيء. وقت بيجوا من كثير من البلدان العربيه وبيقولوا لنا ما تطلعوا خالص عن كل خوف، ما فينا ننزل على لبنان، اولا ما انهم لحقين، كل خبر عم بيطلع على التلفزيون ما بيلحقوا ببلادهم، بيلحقوا ببلادنا. الايرو نيوز، السي ان ان، الكل. لدرجه اليوم تفتح الجرايد، ان كانت الحياه، ان كانت اذا بدك بلندن، كل الجرايد عم تحكي، ما بقى الجرايد اللبنانيه، المواضيع اللي عم تنسار. وين انا يا ست بولا بدي احكي عن مؤسستي الاقتصاديه؟ نحن ب 25 حزيران صرخنا الصوت تنقول بدنا رئيس جمهوريه، ما انه بنعتبر هذه السلطات، هذه المؤسسه، هذه البلد، هذا العنوان بدكن اياه ببلش برئيس الجمهوريه. اذا ما بدنا نجيب رئيس جمهوريه، فاذا ما بدنا بلد، فاذا نحن كرجال اعمال خلينا نفل من البلد. بس حتى هذا العنوان في حوله انقسام كبير، البعض بيعتبر انه هذا عنوان موجه ضد فريق اللي هو التيار الوطني الحر، انه عم نقول له انزلوا انتخبوا رئيس وكان كل شيء بينحل بانتخاب رئيس. استاذ بشاره جايب معه بدنا رئيس، هاشتاج بدنا رئيس كمان، جايبه معه على الحلقه كيف؟ نحن هذا عنواننا، هذا الحل، بدنا رئيس. بس هلا التيار الوطني الحر عم يتظاهر على الطريق بعده بده رئيس، قال ايه بس بده رئيس الجنرال، ما قال بالاخر الكل بده رئيس، يعني الشعار كيف ما بدك بتركبه. بس هون استاذ بدنا رئيس، عم بتقول هيدا الحل، هيدا الحل طبعا. فينا نشرح للناس ليه هيدا الحل، وكيف اذا صار في هلا رئيس جمهوريه، احسن رئيس جمهوريه بالعالم، بصير المواطن عايش عنده كهرباء وعنده مي وبتنلم زباله، وضعه بيزبط، بصير في ليره بجيبته، هالمؤسسات بتشتغل. ما بدنا نبسطها، بس ضروري انه نحن نشرح شو هي المشكله لنعرف كيف بيلتقى الحل. نحن وقت بنقول بدنا رئيس حالا، تنقول انه يجب ان تعود المؤسسات الى انتظامها العام. بمعنى اخر انه اليوم الشباب وقت اللي عم بيطالبوا باسقاط الحكومه، ما في شيء بيسقط هيدي الحكومه، باكد لهم لكلهم سوا، الا انتخاب رئيس الجمهوريه يلي بيسقط هذه الحكومه حكما وتتشكل حكومه. كيف تتشكل؟ بيعمل استشارات، بيرجع بجيب نفس التأم. نعمل استشارات، بنجيب حكومه جديده رح يستشير النواب، النواب رح يرجعوا يجيبوا نفس الكتل، بيرجع بنفس المأزق. شو لازم يصير؟ بقول لك شو لازم يصير. اذا بتقولي لي شو الحل الافضل، كمان هلا بنشرحه بقلب الحلقه. انما اليوم اسقاط الحكومه لن يتم، لن يتم، ولو بده ينزل مليونين شخص على الشارع لن يتم. بس هذا تحدي للناس، مش تحدي للناس، بالعكس رح اقول لك ليه. لانه الشباب بمطلبهم المحق اللي ربحوه بشعار محق، انه طلعت ريحتكم ولا شيء ثاني، ولا عم تشم روايح بشعه بالشارع كل العالم معهم وما حدا مختلف معهم، اللي ربحوه بالمطلب خسروه بطريقة التنفيذ. يعني بمعنى آخر وقت اللي تحت هيدا المطلب بيقولوا بدنا نسقط النظام، كلمة أكبر منهم بكتير وأكبر منا كلنا سوا، لأنه لا مجال مثل ما قال استاذ نوفل، يجب تطبيق هذا النظام، لا يجب إسقاطه، وحتى مش لا يجب، لا يمكن إسقاطه. هيدي واحد. اثنين، وقت اللي بنترجم شعار جميل بغوغاء مثلا، دخول على ملك عام او على وزاره مثل وزاره
البيئة منكون خسرنا كل اللي عملناه. يعني إذا نحن عم نخاطب الرأي العام تنقلهم إنه نحن مزعوجين ونحن معهم مزعوجين ونحن مأيدين مطالبهم المحقة، طريقة التعبير ما بتكون بإنه نقتحم وزارة بيئة، لأنه مش محمد المشنوع. يعني إذا بتقولي لي اخترع هاشتاج تاني بقول لك جسوي أم أم يعني أكيد، لأنه حرام. يعني مش هو يعني إذا بتقولي لي عامل كل واجباته بقول لك لا أكيد يمكن يكون مقصر، بتقولي لي الحكومة عاملة كل واجباتها بقول لك كمان أكيد يمكن في تقصير، في تقصير، إنما لا تتحمل في أكثر أوكي بس لا تتحمل هذه الحكومة تراكمات الأعوام الماضية كلها سوا وتعطيلات الأعوام الماضية كلها سوا وكيديات الأعوام الماضية كلها سوا. هين بعهد من بعد خروج الاحتلال السوري 6-7 سنين وست سنين رئاسي يكون في منهم سنتين ونص تعطيل؟ يعني سنتين ونص ما في حكومة؟ انه تخيلي قدي حجم التعطيل تنرجع نقول انه خلص اليوم محمد المشنوع بيحمل كل هيدوري. لا انا بس لما كان في رئيس ورئيس ميشيل سليمان كمان كان التعطيل موجود، وعطول رح يضل في حكومه وعطول رح يضل التعطيل موجود حتى بس, بس 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 وقت اللي بينعمل اليوم الرئيس طرح بموقفه خارطي الطريق للحل، الحل السريع والحل على المدى المتوسط يلي بيطلعنا من هيدا من هيدا المأزق اللي نحن فيه. نحن ما شفت نقاط لخارطة الطريق، في نقاط معينة بقدر أنا أعطيك نقاط هيك بشكل سريع. خليني بعد الفاصل أخذ هيدا النقاط لحسألك عن خارطة الطريق، بس هون بدي أسألك أستاذ نوفل، يعني سمعت كلامه لأستاذ بشارة، بس في كتير ناس عم تحضر مش مقنع لها أنه بدكم تسقطوا الحكومة تخبوا رئيس. مع مظبوط هيك بيصير، بس ترجع تتشكل حكومة على نفس الشكل، بتغير اسم من هون بينزل اسم من هون، نرجع على نفس المقام. ست بولا بس عفوا أستاذ نوفل بس قبل البريك كلمة، إذا أسقطنا هذه الحكومة من يزيل النفايات؟ هذا هذا إيه؟ سؤال لا بس نحن أنا خلينا بس على بدنا رئيس عم نحكي. نحن اليوم وهذا اللي كنا بدنا نحكي فيه بقصة طاولة الحوار بتسعة إيلول، إذا إجا رئيس جمهورية اليوم في عنا طريقتين لنجيب رئيس جمهورية، أو منطبق النظام وبينزل النواب وبينتخبوا رئيس، أو منروح على طاولة حوار ومنعمل اتفاق سياسي ومنقول هذا الاتفاق السياسي أدى إلى تسمية فلان رئيس للجمهورية وبالتالي نزلوا على مجلس النواب سموا الرئيس. طيب هذه شغلة بيكون نحن بلشنا بتنفيذ حل وهو مشكلة، بوقت اللي مطلوب ننزل على مجلس النواب بكمبرومي سياسي بيقول تسوي. أنه نحن علينا مش تسوي لا أنه علينا نكون واقعيين بالتعاطي، وبالتالي هذا المجلس النيابي ممدد له مرتين والرأي العام اللي موجود بالشارع ضده، انتخبنا رئيس جمهورية بطريقة معينة، هذا الرئيس بيعمل مشاورات والنواب لازم يجوا يقولوا له بهيك وضع أنه يا فخامة الرئيس أنت بالحكومة اللي بدك تشكلها مع الرئيس المكلف إذا بتعمل معروف أنه والله تكون في حكومة تتولى مسؤولية على صعيد اختصاص، بمعنى فينا نجيب حكومة منتخبة بدون ما تكون نواب. بتقولي لي كيف؟ الجمعيات الاقتصادية، جمعية المصارف، جمعية الصناعيين، الاتحاد العمالي العام، نقابة المعلمين، نقابة اللي بدك، ما هودي ما عنده الناس منتخبين ونحن واقعين بمشاكل عندها طابع معيشي اقتصادي عندها طابع حياتي تقني اللي بدك، منجيب هالعالم ست شهور يلي هني منتخبين من قبل قطاعات يعني معينة، يعني تكنوقراط ومنتخبين، ما نسمي تكنوقراط تما نفوت بقصص طويلة عريضة لأنه بس تكسور تكنوقراط بيصير رجل الأعمال مع احترامي لرجال الأعمال المقرب من رئيس الحزب ساعتها هذا بنجيبه ونكون ما عملنا شيء. بس إذا اليوم التكنوقراط بمفهوم أنه القطاعات النقابية يلي عليها ناس منتخبين هن إجوا تولوا مسؤولية لفترة 6 أشهر 7 أشهر حطوا قانون انتخابات، وهون نرجع نفوت كمان إذا بدنا نحط قانون انتخابات كل هالشعارات اللي عم تنطرح اليوم ست بولا كارثة الكوارث تؤدي إلى العودة بالطبقة السياسية ذاتها على البلد. يعني اليوم إذا بدنا نعالج مشكلة ما بنقول قانون انتخابات على أساس النسبية، لأن النسبية مثل ما أنا موجودة هلأني المحادر رح ترجع، في محدلة 8 بتتسمى شيء تاني ومحدلة 14 بتتسمى شيء تاني ومحدلة الوسطية بتتسمى شيء تالت وبيجوا بتقسموا النواب ثلاثة. بينما أنا وجهة نظري أنه إذا بدك عن جد تجدد الطبقة السياسية بالبلد بتروحي على دوائر انتخابية فيها one man one vote، ساعتها كل إنسان صوت واحد صوت واحد، ما بتعود في محادة ما بفوت. هون هذا نقاش مبكر بعده، ولكن ضروري بأي حل بدنا نجيبه نكون عم نفكر أول شيء بالمؤسسات، تاني شغلة كيفية تجديد الطبقة السياسية في لبنان، لأنه المشكلة اللي موجودة عند الناس كمان اليوم وقت نقول طلعت ريحتكم العالم كمان
وهون بدهم يسمحوا لي كل الناس اصحابي واصدقائي، يعني ما بيجوز بفرد سنه يكون في 5-6 احزاب سياسيه انتقلت فيها الرئاسي للبي للابن. يعني كمان هون العالم بمطرح من المطارح مع الازمه الاقتصاديه مع الازمه السياسيه مع الازمه الاجتماعيه مع اللي بدك اياه عم بيطلعوا انه هودي الناس اللي بالطريق ما عندهم افق. وفي غياب الابن الصهر طيب. وفي غياب الصهر بنشوف مين نعمل، يعني بالنهايه يعني حتى بالتوريث عم نستعمل أسوأ انواع التوريث. يعني افترضي بالملكيات بالدول الحضاريه اذا الملك ما عنده صبي بيورث البنت. نحن هون حتى هذا احترام الكوتا النسائية مصارف، يعني بنروح بنورث الصهر. بدك تعمل مشكلة العائلة مش خلينا نتوقف مع فاصل أول في هذه الحلقة، ومن بعدها رح نرجع نطرح هذا السؤال، ليش 9 أيلول الحوار في البعض بيتوجس منه، في البعض بيشوفوا أنه ممكن يكون مشروع، هل يوم الجمعة شو رح يصير بملف النفايات؟ هل فعلاً صار الحل شبه منجز ومنتهي وفعلا الجمعة رح يكون في حل نهائي لهذه المعضلة، وهل هذا الحل ممكن يوقف الشارع أم خلص دخلنا بشيء صعب إيقافه؟ فاصل ونعود. لا نعود مشاهدينا إلى هذه الحلقة. أستاذ بشارة، بس بدي أقول أنه حضرتك عندك معلومة بمسألة النفايات. نحن مبارح قلنا حسب إدجار شهاب أنه في خطة متكاملة، كمان يبدو أنه في 15 جمعية NGO من اللي كانوا بالطريق عم بيصرخوا، سمعوا شو اللي سيطرح يوم الجمعة والكل غادر يعني سعيد بالحل اللي عم بينطرح. عندك معلومات أكثر عن الحل للنفايات؟ رح أقول لك، أنا وجاي لعندك اتصلت بالوزير المكلف بحل النفايات الصديق أكرم شهيب وسألته، قال لي أنه نهار الجمعة رح يقدم خطة كاملة متكاملة وحل جذري إلى رئيس الحكومة تمام سلام. سألته كيف؟ عشو مبنية هذه الخطة؟ قال لي خطة متكاملة بالتنسيق مع كل جمعيات المجتمع المدني، أخذ ممثلين عنهم اشتغل هو يهون له 3 أيام عم يشتغل، وبعد عنده يومين يعني صارت قيد الانتهاء، عم يشتغلوا أكثر من 12 ساعة باليوم. نهار الجمعة رح يقدم الحل. شو الحل أستاذ بشارة؟ اليوم المشكلة الأساسية هي وين مناخد زبالة، وين منطمرها، لأن ما في حل. ما بقدر أقول لك وين نهار الجمعة الحل متكامل. في إعادة لفتح مطمر النعمة؟ أكيد لا، في شيء في شيء مهيأ غير هذا المطمر؟ السؤال المركزي اللي أول ما خبرني معالي الوزير سألته قال لي حتما لا، في حل متكامل بالتنسيق مع كل الجمعيات البيئية والمدنية. نهار الجمعة بيكون على طاولة رئيس مجلس الوزراء. هيدا أنا وجاي لعنديك اتصلت بمعالي الوزير. طب بس حسب المعلومات انه الجمعيات مش عم تشتغل على الملف، عملوا لهم بريفنج اليوم، عملوا لهم بريفنج اليوم للجمعيات. بحسب معالي الوزير اشتغلوا معه اكثر من 12 ساعة باليوم ووصلوا لحل بيعجب الناس. هيدا انا عم بشرك باسم ان شاء الله. استاذ جورج، في حل اليوم بتعتقد غير فتح مطمر النعمة؟ عم بحكي هلا للزبالة الموجودة بالشوارع بالطرقات اللي مكدسة، اللي لا يمكن بأي شكل من الأشكال بقى لا فرزها ولا معالجتها، يعني ما في حل هلا، لأنه يعني طبعا اختمرت للأسف وصارت فيروسات. يعني بصراحة أنا ماني خبير بالملف، بس إنه اللي بعرفه إنه إذا مش وارد النعمة ممكن حل تساوي بين المناطق. كمان هذا حل عادل. بس انه رمي النفايات بمنطقه فقط ولمصلحه مناطق اخرى ما فيها عدل. فبعتقد هيدي احدى الخيارات المطروحه على طاوله اللجنه. على كل حال خلينا نقول انه في يبدو بوادر حل لهذه المساله، واذا ما بعرف اذا فينا نقول انه حراك الناس هو اللي كان اساسي بانه نوجد حل، ما هيك استاذ جعفر بالاخر؟ يعني كان فيها تبقى ما بعرف الامور بعد اكثر تطول اكثر، يعني الضغط بياثر. الضغط اذا هيك ليكي قصه النفايات مثل قصه كهرباء، بس بالكهرباء كل واحد منا عندك بالبيت ركبت جنراتور، بالمؤسسه عندي ركبت جنراتور، ما حسينا الحلل. الحل اللي بدنا نسميه المتكامل، تعطيني 12 ساعه بكفي على 12 ساعه. قصة المي رح صرت اشتري، افرح من البير اشتري مي من السوق، ما كان عندي مشكلة. لك حتى قصة الزفت، زفت قدام مكتبي قدام شيء ما في مشكلة.
قصة الزبالة ما تنحل فرديا ولا بلديا. ايه بنعطي البلديات بالإدارة، بس مين بده يعمل محرق يلمه؟ بس مين بده يعمل المحرق؟ مين بده يعمل اللي نسميه الإصلاح هالنفايات كيف بدك فيها؟ المعالجة، المعالج كيف بتعمليها؟ بدها خطة إصلاحية. حتى الوزير أكرم الشيب عنده خبرة، وخطته اللي نحن دلينا ماشيين هي خطته اللي كانت ماشية لآخر ما وقعت كل هالمشاكل هاي. بعتقد عنده حل، والحل في كومبرومي سياسي ان كان نعمل تسوية سياسية، لانه واضح يعني لما كمان ان يستبدل الوزير محمد المشنوق اللي معروف انه اكيد المشكلة مش فيه كشخص، لا طلع هو طلب، هو انسحب من القصة، هذا ملف. طيب انسحب من القصة مش عم دافع، والبديل اجى يعني بلمح البصر اجى الحل يا استاذ. اذا بتلمي هالمشكل، انا بشوفه عامل مخرج، الناس بريئة بس مش هالقد. هيدا مخرج الرئيس لحلك. هي المشكله ست بولا، يمكن الحل تبعها بيكون انه وقت اللي عم بتجيبي وزير مش حزبي، ما عنده غطاء، ما قادر يمون على الناس. يمكن الوزير اكرم شهيب اليوم قادر، كان وزير بأسابق، كان وزير عنده زياده عن المعلومات والتقنيات، عنده مطرح من المطار، عنده غطاء حزبي معين، قادر يمرق مشروع بتسويه سياسيه معينه يلي مش قادر يعملها تاني مال. بس هو محسوب على رئيس الحكومه بالنهايه، ورئيس الحكومه يعني عنده غطاء سياسي كثير، غطاء سياسي شو؟ شعبي وغيره. لا ما المشكله مش بغطاء شعبي، هل بهالحل ما حدا زعلان، كلنا مبسوطين انه في حل لموضوع النفايات، ما في مشكله. لا خبرني هلا نشوفها. لا كل ما انكشفت الخزعبلات السياسية أمام الناس، هذه الطبقة السياسية هي في ورطة أكبر. يعني الناس صارت واعية قديش هي. قلك ليش اسمعين. عفوا تفضل. يعني الحراك اللي صار، ما تخزني جورج، الحراك اللي صار خلق مجتمع جديد سموه هني سوفتوير أبديتد، خلق مجتمع جديد نحن ما كنا معودين عليه. قلت لك احنا انبسطنا انه في 14 وفي 8، هو لا 14 ولا 8، بتعرفي هالحراك شو كان فيه؟ انه مش طائفي وفي مواطن معني. ايه معني بشؤون البلد. نزلوا جماعة الاشرفية اول سبت وشفناهم، نزلوا الستات و14 و8 ما كانوا طائفيين. 14 و8 ما كانوا طائفيين. بقول لك ما في، لا ما في طائفية معك، بس هون ما شفنا الطائفية، يعني شفنا الشيعي وشفنا الدرزي وشفنا المسيحي، شفنا شوية هتافات، شفنا شوية هتافات. هل هتافات بحد ذاتها ضيقة؟ بس هالمجتمع اللي طلع اليوم أنا بقول هذا مجتمع جديد مهم لإلنا، لأنه المشكلة مع الشيعي وحدته انه هذه القصه اليوم ما في زباله للمسيحيه وزباله للسنه وزباله للشيعه، ما في زباله للبنانيين. لا لا بس بكل شيء المصلحه المشتركه هي واحده، يعني اذا بتجي بتطلع بتفكر انه وقت واحد يطلع يحكي عن حقوق فئويه أكيد. ما هي مصلحه واحده بالنهايه، عايشين على الارض الواحده. وقت اللي بتحكي بالقضايا الحياتيه كلنا بنمشي على زيت الطريق، كلنا بناكل زيت البندوره، كلنا بناكل زيت الاكل، كلنا بنروح على زيت المطاعم، كلنا بنتنفس نفس الهواء، بس مختلفين على الكوتا وعلى الحصه. وهيدي القصه اللي بنجي بنقول اليوم المشكله القائمه دائما في البلد ليست في النظام، انما في عمليه المحاصصه يلي بتشكل الطبقه السياسيه. هل هذا الفريق الثالث حيقدر يلعب هالمعادله؟ هيدا سؤال رح نرجع نطرحه بالتفصيل. بس كان بدك يقول حتى لو الوزير اكرم شيب، وانا متاكد واثق بقدرته بخبرته، قدر هو واللجنه انتجوا حل لازمه النفايات، وبقي التعطيل مجلس وزراء ما عملنا شيء. اذا بقي وزير او وزيرين في هذه الحكومه ما وافقوا على القرار بده يطلع على النفايات من مجلس وزراء، ما بنكون عملنا شيء. بس ونحن اللي وافقوا. طيب هون اهميه الحوار. يعني اسمحي هذا اللي بدي اوصل له. طيب خلصنا من النفايات، الكهرباء شو؟ بدها حوار؟ لا، بدها عدم تعطيل. كهرباء شو؟ هيدي الكهرباء سمعت مواطنين بالشارع بساحة الشهداء وبساحة رياض الصلح عم بيحكوا عن 70 مليار دولار دين، مظبوط؟ وهذا رقم صحيح. طيب اللبنانيين منتبهين أو متذكرين إنه 24 مليار دولار منهم عم بيروحوا على الكهرباء؟ راحوا من 10-15 سنة على الكهرباء؟ تلت الدين. طيب مين عمل حل للكهرباء؟ طب كيف هالقصة؟ لا بس بهيدي المبالغ كنت توزع الكهرباء على المنطقة كلها. من 20 سنة قال لهم خلينا نخصخص الكهرباء، خونوا وما بعرف شو طلعوا له إلى آخره، بعدهم لليوم ما حدا عمل حل. امبارح من سنتين بخبرنا وزير الطاقة إنه بال 2015 بتجي الكهرباء 24 على 24.
اجت تقنين 24 على 24. طيب ما هيدي وجه اخر من الازمات الاجتماعيه اللي حكي عنها المواطن بالشارع، اللي رح ترجع تنزل الناس، وبدها ترجع تنزل الناس حتما. ف طيب شو الحوار يا استاذ جورج؟ القصه يا ست بولا، طالما انه في تعطيل وصايه تعطيل في هذا النظام، ما عندنا حل شيء، لا للزباله ولا للكهرباء ولا للمي ولا لرئاسه الجمهوريه. خلينا نكون صريحين وواضحين، عم بقول لك حتى لو طلع حل سحري مع الوزير شهيب ورحنا على الحوار وما اتفقوا على آلية القرارات، التعطيل مش من وزارة. طرف واحد، الطرف الثاني كمان بيقول نحن عملنا خطط وبالكيد السياسي عطلوا لنا اياها، نحن عملنا مشاريع. اخذ مليار و200 مليون للكهرباء، ليش وين وين يا ابوي؟ بالكهرباء وبالزباله وين؟ حتى بضمان الشيخوخه، حتى وين؟ بكل موضوع بتحكي فيه بيطلع الفريق الاخر بيقول لك نحن طرحنا خطه متكامله، الفريق الثاني رفضها. مضبوط يا استاذ نوفل؟ مش صحيح هذا الكلام يا ست بولا. لا عم بقول لك انه في كلام مقابل كلام وما في حدا عم يدقق. لما نفتح هذا الملف المناكفه، فينا نذكر بخطه سعد الحريري بحكومته بال 2010 للنفايات، واللي بقيوا اربع سنين بحكومتهم ما حطوها على الرف. ست بولا مش هيك القصه؟ خلينا نرجع القصه بالارقام. عم هيدي معروفه، بناء معامل للويست تو انرجي وحطوها بالجرور. حطوها بالجرور. طيب هلا جايين عم بيحكوا عن المساءله وعن ونازلين هن يتظاهروا فوق هذا، وكله نازلين هن يتظاهروا واعتبروا المواطنين سرقوا لهم شعاراتهم. في شيء مش طبيعي بهذا الموضوع. المتظاهرين ما حملوا فريق سياسي واحد بالبلد مسؤوليه هذه الازمات، مشان هيك حملوهم كلهم وحدوا الطبقة. بس في فريق بالبلد يا بولا ما عم بينتبه انه هو اللي عم بيتحمل المسؤوليه، والناس رح تحملوا اياها هي المسؤوليه. هيدا لفريق واحد؟ ايه هيك رايك؟ طبعا طبعا هو اللي بيتحمل هذه المسؤوليه ورح تفقع بوجهه. مش هيك مش هيك مبين من حراك الناس؟ بالعكس، حراك الناس مبين انه كلهم، يعني كلهم في بولا. قلت لك انا مش مبين، والحراك المدني عم بيحمل كل الطبقة السياسية المسؤولية، بس رح يبين تباعا يا بولا. قلت من شوي المواطن اللي قاعد على التلفزيون أو عم بيتفرج على الزبالة قدام بيته، هذا ما بيعرف شو الأسباب، بيعرف النتيجة وبينزل بيتظاهر على أساسها. بس هذا المواطن بس يكتشف أرقام ويكتشف هذه الوقائع، لا رح يحدد مسؤوليات. قرر يعرف وقرر يطلع. إذا بلش يقرأ هذا المواطن اليوم ألف التصاريح وملايين التقارير والمؤشرات، بضيع عنده انفصام كبير. يعني في ناس بالشأن العام بتضيع، مثلا بالكهرباء صح من الغلط. أي مواطن بينزل على مصرف لبنان أو وزارة المالية بولا بيعرف أنه من أصل 70 مليار دولار الدولة اللبنانية تحملت 24 مليار دعما للكهرباء. هيدي الالف ب يعني مين بيتحمل مسؤوليتها؟ هول كلهم جبران بيصير؟ ما قال في مليار و200 اخذوا جبران بيصير، الباقي من امتين متركين؟ اسمحي لي، يا وزراء بري ايه؟ يا وزراء سوريا يا وزراء حزب الله، مين اللي جاي على الكل وهي الوزارة؟ مين اللي جاي على وزارة الاتصالات؟ ما حدا غيره. طيب بجوز لازم نحط شوي خط احمر كل عنا سنين قبل هالحراك الجديد اللي صار ونغير شو اقتصادي. عفو اقتصادي. لا بس الناس لازم تعرف هلا الأهمية الحراك انه الناس تطلع لا تصير. اذا في انتخابات شي نهار بهالبلد تكون على اساس مشاريع. ما فينا نكون هيك، هذا اللي بلشت فيه الحلقه بموضوع المحاسبه. اذا ما بده يكون في فريق حاكم وعنده مشروع وفريق معارض عنده مشروع مقابل، وكل انسان ينزل على مجلس النواب يحاسب عبثا نحاول. انا معك. انا اليوم انا برجع بتذكر شغلي اللي بعدنا ماشيين فيها من ايام الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، ينزل بموازنه على مجلس النواب يبعثوا له 7-8 نواب، شيلي بطرس حرب وشيلي نسيب لحود وشيلي يلي كانوا عندهم معارضه جديه مبدئيه، يفلت له الرئيس نبيه بري 4-5 نواب يكلفون، هيدي السرقه هيدا النهب هيدا مش ماشي هيدا رفعت الجلسه، يظهروا على مشاورات يفوتوا 100 مليون لمجلس الجنوب، صدقت الموازنه، انتهى الموضوع، خلصت كل الاعتراضات اللي كانت على خطه الرئيس الحريري او على موازنه الرئيس الحريري، بتخلص ب 100 مليون لصندوق الجنوب وب 50 مليون لصندوق المهجرين وانتهى الموضوع. صارت خطه الرئيس الحريري كثير منيحه وموازنته كثير منيحه، اذا نعطي 100 لهون و50 لهون، بس اذا ما اعطينا هودي لهون ما بيمشي الحال. طيب انا اليوم اذا بدي اجي حاسب حيلا وزير من سنه التسعين لليوم ما في يحاسبه. انا في حاسب حكومه الرئيس الحريري يلي ولا مره كان عنده اكثريه فيها،
يلي على طول كان كان القرار عم يتاخذ فيها بناء لتسويه سياسيه، وكان مجلس النواب باصم على هذه التسويه السياسيه، وبالتالي وقت اللي الناس اليوم تنزل تقول كلكم يعني كلكم مزبوط، كلهم يعني كلهم، لانه ما في انسان ان كان بهالميله او بهالميله اخذ قرار الا ما الثاني موافق عليه، وضمنا على الاقل كلهم كانوا بذات الحكومات وكلهم كانوا بذات المجلس النيابي، وما تغيرت هاللعبه من وقت الكل رايح الى الحوار هلا استاذنا. فاللي حضرتك عم بتقول الله يستر منه، بس اذا بتجي بتطلع بتقول طيب شو هو البديل؟ هيدي بالنهايه طبقه منتخبه لو بال 2009 بس طبقه منتخبه، وطبقه عندها تمثيل كبير. شفنا الرئيس بري من يومين كان عنده مهرجان انه الكل بيقدر يحشد بلبنان بالنهايه، وبعده بيحشد حتى يمكن احيانا اكثر من تظاهرات اللي نزلت اللي هي عفويه للمواطنين اللبنانيين جامعتهم المصيبه. طيب شو الـ شو الـ شو الـ ليه الله يستر من الحوار اذا قدروا اجتمعوا وقالوا تعوا يا عم نحل مشاكل الناس تنبقى قاعدين؟ لحلك ليش؟ اول شيء لا يمكن للمشكله ان تكون الحل، هن المشكله، الرئيس بري المشكله فقط لحاله، الرئيس بري جزء من المشكله، ما في اليوم يطرح حاله هو باحث عن حل بهذا الوضع. إذا في طاولة حوار بينتخب رئيس وهو اللي بيدعي العالم للحوار، رئيس بري جزء من مشكلة، جزء من 8 أدار، لا يمكن أن يكون هو الداعي إلى حوار هدفه إيجاد تسوية سياسية بالبلد. استاذ نوفل ما تخزني، رئيس بري الوحيد اللي عم بيدعي لجلسات انتخابات، الوحيد اللي عم بيحضر ليك شو أنا استجاك أنا ما بحمل حدا منكم اللي قاعدين على هالطاولة مسؤولية الكلام اللي رح أقوله. لا 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 بالعكس أنا عم بستوضح معك. رئيس بري، رئيس بري هو هو الوجه الكفوف المخملية لسياسة حزب الله في لبنان، وبالتالي هذا الموضوع ينفذ سياسة حزب الله يلي حزب الله ما بده يعمله بالعسكر، الرئيس بري بينفذ له اياه بالسياسة بالتي هي احسن. خلص مش احسن هذا، انا هذا رايي يا استاذ نوفل، مش احسن لا لا بالتي هي احسن مش احسن من العسكر. على مشكله ليش عم بقول لك هون، ليش عم بقول لك انه الله يسترنا، الله يسترنا، الله يستر فريق السياسي قبل غيره. انا فريق السياسي يدفع الثمن اليوم نتيجة التسويات اللي عملها. أنا من سنة 2005 لليوم قول للعالم عندي معركة من بعد الاحتلال السوري اسمها سلاح حزب الله. لا فريقك بيقول أنا أم الصبي شو بعمل؟ بتقول البلد يروح؟ خليني كمل. معلش ما بدي البلد يروح، بس أنا كمان بدي فريق السياسي يعرف حاله وين رايح. بال 2005 عملت تسوية مع حزب الله. وعدت أنا وياه على ذات الطاولة. ورجعت جددت التسوية بال 2009. ورجعت جددت التسوية من سنتين ثلاثة، مش هيك؟ طيب نسيت موضوع السلاح، شو بعمل غير هيك؟ خليني كمل لك. نسيت موضوع السلاح وكنت شريك بين مزدوجين بالفساد اللي صاير بالبلد. عم بيحملني اليوم شعبي مسؤولية انه انت باسم بي الصبي نسيت موضوع السلاح ورحت قعدت على ذات الطاولة انت وحزب الله، وانت اليوم تتحمل مسؤولية كل الفساد اللي صاير بالبلد لانك لا عملت لي معركة فساد واصلاح ولا عملت لي معركة سيادية بالبلد. ام الصبي شو بتعمل غير هيك؟ ما هيدا اللي عم بسألها، بي الصبي مش مثل ام الصبي. بلا ام الصبي شو بتعمل غير هيك؟ رح اقول لك، ام الصبي بتعمل تجي بتواجه العالم بالحقيقة. ها؟ وبتقول انا اليوم مش معناتها، معلش شو بده يصير يعني؟ انه عم بتقولي لي انت انه حزب الله نازل يحتل البلد، ينزل يحتل البلد. لا انا عم بسالك يا استاذ نوفل، اذا ما انعمل تسويه ببلد مثل لبنان شو بتعمل؟ ما بتوصل لنفس النتيجه. مش معناتها ما بدي اعمل تسويه، بس انا اليوم اذا مشكلتي مشكله تعطيل وسلاح بروح على حوار ما في موضوع سلاح. في حدا قادر يشيل السلاح اليوم؟ تحكي يعني شوية منطق. سلاح من 82 عم يندفع حقه وشايف شو صار بالمنطقة. تعتقد في طرف قادر يشيل؟ حتى اليوم بيطلع بيقول مشكلة في السلاح، مين قادر يشيل السلاح؟ انا بدي اوصل لهذه النتيجة انه اليوم اذا انا ماني قادر شيل السلاح بالبلد ما بعمل شيء. ما بقى تحكيني لا باصلاح سياسي ولا بقانون انتخابات ولا باصلاح اقتصادي ولا بنفايات بالبلد. بس شو بين وقت الضايع يعني شو بعمل؟ عم بقول لك شو بعمل؟ لوقت اللي بيجي نهار ايران بتقرر انه هذا سلاح ما عاد له لزوم، شو بتعمل؟ لانه شو بنعمل؟ نستسلم لكان؟ يعني معلش كان بمرحله من المراحل الامريكان ملازميننا للسوريين، ما استسلمنا. شو هالحكي هذا؟ لا بس تغير الظرف الدولي يا استاذ نوفل، تغير الظرف الدولي كل العالم. ما تخزيني لا 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 معلش ما تخزيني. سنه ال 75 اجوا الامريكان قالوا للمسيحيين ضبوا غراتكم وفلوا، مش هيك؟ ايه وهيدي البواخر ناطرتكم. قاموا فركوشين بالشفوطه وبالبوريد قالوا للامريكان ما بدنا، وسليمان فرنجيه بس جربوا يشيلوه. هيدا وهم لحد اليوم، بعده بينكروا الشخص اللي كان. خليني كمل، خليني كمل، خليني كمل.
ما يمكن خبرية مش مزبوطة. أو يمكن هلا بينكرك كل مرة المترجم. عملت الحركة الوطنية وعملت منظمة التحرير الفلسطينية وكل شيء في دول عربية وبتواطؤ مع الأمريكان إنه والله بدنا نفرض هالحل بلبنان. وجربوا يشيلوا سليمان فرنجية من قصر بعبدة. راح سليمان فرنجية على نص دين القصر البلدي بالزوق وقالت له مجموعة مقاومة اللي بدق فيك وبدق بالشرعية بيعرف شغله مين ما كان يكون. طيب نحن اليوم بده يوصل هذا الشعب اللبناني بمطرح ويقول لحزب الله هيدي الشرعية مقدسة، إذا كنت أبضاي وبسلاحك وباللي بدك إياه ظالم والمعروف، ليش كل مرة حزب الله احتل بيروت رح نعمل له الدوحة؟ طيب أوكي يبقى محتل بيروت وبعدين؟ وبعدين شو بده يصير؟ طيب هلا خلينا نشوف هلا ليه بدهم يرجعوا يهددونا مرة ثانية كمان باحتلال بيروت؟ يحتلوا بيروت بس ما رح نعطيهم سياسة. أستاذ جورج أنا ما بدي رد على الأستاذ نوفل، بدي ناقش. مش مشكلة خلينا نرد. بداية تيار المستقبل ما جدد التسوية مع حزب الله، أنا ما جدد الحوار. لحظة معلش، جددنا التسوية هلا مين؟ أنا ماش تيار المستقبل، أنا قلت 14 أدار يعني كمان في حدا عم يتحاور، في حدا عم يتحاور مع ميشيل عون يعني مع حزب الله، وفي حدا عم يتحاور مع حزب الله دغري يعني مع حزب الله، وبالتالي هذا اليوم نحن كلنا سوا رحنا قعدنا بحكومة ب 14 أدار عملنا تسوية مع حزب الله وقعدنا معه بوقت قايلين للعالم إنه هذا سلاح هو الكارثة على البلد. طيب كيف تسمح لي؟ تسمح لي؟ لا بس توضح اولا ايدي بزنارك اذا فيك تشيلوا السلاح خبرني كيف. فاذا نقوله ما فينا نشيلوا السلاح. لا اسمح لي اسمح لي لا مش لازم نقول كمان. استاذ نوفل اولا بمرحله من المراحل معلش يعني انا مع النقد الذاتي وعلى الهوى بس كمان ما نجلد حالنا. نحن بمرحله من المراحل يا استاذ نوفل تحولت 14 اذار لأداة تعطيل للبلد تحت عنوان أنه ما بدنا نحكي بشيء قبل ما نحل قصة السلاح. كدنا نصير مثل حزب الله والتيار الوطني الحر اليوم. بعتقد بتتذكرها كتير منيح هاي المرحلة، لكل ما واحد يقلنا مرحبا كنا نرد عليه حكيني بالسلاح. مش صحيح، نحن انتظرنا اسمحلي حكموا سنتين ونص لوحده ما عطلنا. هني نشيد 108 أدار ايه حكموا سنتين ونص ما عطلنا. شو معطل؟ ما عطلنا، ما كنا عم نعطل حكومة مئاتي يا خيي قبل ولا بعد. نحن ولا مرة عطلنا. بس كيف كيف بدك تعطل ببداية يعني المرحلة شو بدك تعمل؟ بعد 2005 بتقطع طرقات مثل ما بيعملوا هني. حلو يا استاذ الفرق بينك وبينك يعني عم بقول لك نحن ما عطلنا، ما عم بقول لك لازم نعطل. طيب تسمح لي كمل إذا بتريد. أنا عم ناقشك مش عم برد عليك. يلا فكادت تتحول 14 أدار لفترة من الزمان إنه ما بقى عندها أجندة بالبلد إلا سلاح، وكلنا بنعرف ميزان القوى المحلي والاقليمي اللي هو له تايمينج خاص فيه هذا السلاح. لا انا ولا انت يا استاذ نوفل فينا نشيله، جربنا وسائل عديده وما قدرنا، خلينا نعترف. ثلاثه هذه الحكومه يعني حتى الخطط الامنيه اللي انعملت بهذه الحكومه يا استاذ نوفل واللي فشلت بنسبه عاليه منها، هذه ومحاوله جديده ومحاوله اخرى اللي على الاقل لتعطيل مفعول هذا السلاح. طيب في محاولات دائمة يا استاذ نوفل، بس بدك تقلي انه ما قدرنا نشيل سلاح؟ ما قدرنا. شوف فاذا شفتي قصة شفتي ليش عم بقول معناتها يا استاذ نوفل بقول الله ينجينا خلينا نطلع معناتها رايحين على الحوار. انا رايي بالحوار اصلا، خليني هلا اوصل لك على الحوار. خليني اقول بس خليني اوضح هاي النقطة. استاذ نبيل دفرج عم بيقول 28 دولة ساعدوا لبنان على اساس برنامج مالي اقتصادي مفصل بمؤتمر باريس 2 منع عرقل ومنع تطبيق هذا صحيح. البرنامج يعني في كتير يمكن للذكرى وللتذكير. هذا اللي كنت بدي كمله بعد قصة الكهرباء يا بولا. نعم. طيب خلينا نروح على الحوار لأنه إذا ما في انتخاب رئيس جمهورية على طاولة حوار ما في انتخاب على طاولة الحوار. لا انه نتيجه طاوله الحوار طول بالك علي. ما انت كنت عم تحكي عنها انه هيدي التسويه اللي بتطمح لها يا استاذ نوفل. ما قلت هيك انا طاوله الحوار نعمل تسويه ننزل ننتخب رئيس مش نسمي رئيس. قلت لك اذا بنسمي رئيس قلت لك اذا بنسمي رئيس هيدي الكارثه. ايه ما اختلفنا بس عم بقول لك انه هي الكارثه. مستغرب يعني انه اول مره بتصير؟ مش مستغرب. اخر كم رئيس كيف اجوا غير انا ما قلت على الطاوله رح ينتخبوا رئيس يا نوفل. روح علي. لا واضح عم بقول اذا ما اتفق على طاوله الحوار انه بند رئاسة الجمهورية اولوية للتنفيذ وراحوا على مجلس النواب ونفذوا هذا البند ما له نتيجة الحوار. حتى لو اتفقوا على آلية عمل مجلس النواب ومجلس وزراء وما في رئيس جمهورية ما في نتيجة من هذا الحوار. طيب بس حدا عرف شو هو جدول الحوار؟ ايه معروف رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية عظيم. عمل مؤسسة مجلس النواب عمل الحكومة امور العلقة ما هي قانون الانتخاب وما هي قانون الجنسية عظيم. والجيش عظيم
يعني هذه الامور العلاقه هي الموجوده على طاوله الحوار. انت عم بتقول اول ما في موضوع سلاح بقى على طاوله الحوار، بس رئاسه الجمهوريه بس تشوفي المشكله الموجوده في واقعيه. لا في شيء اهم من موضوع سلاح على طاوله الحوار. يعني يعطينا الف عافيه. شو هو استاذ بشاره؟ يعطينا الف عافيه. اعلن بعبدا نعم تحييد لبنان. يعني نعم اكيد تحييد لبنان، مش بس عن الصراعات الاقليميه، اي انسحاب حزب الله من سوريا، لا صار عندنا تحييد اخر اليوم، يعني هو تطوير اذا بدك مفهوم اعلان بعبده، وهو تحييد لبنان عن تداعيات الاتفاق النووي الذي حصل في فيينا. يعني تحييد لبنان عن ان يكون ورقه تبادل ما بين ايران وباقي الدول، مجموعه الدول الخمسه زائد واحد. هيدا اللي لازم نحن نشتغل عليه اليوم. هو لازم هو اللي توقع عليه تم الانسحاب منه. صحيح. كيف بس شيء بس بعد كل الأفريقاء بيحملوا مسؤولية اليوم التمسك بهذا التوقيع. هلا إذا واحد انسحب مش معناتها التاني لازم يقبل معه بالانسحاب. واللي كان عم بيقوله أستاذ نوفل إنه شو بعمل وقت اللي كانوا الشباب عم بيقولوا، ما حدا قال إنه هيدا حوار لسحب سلاح حزب الله. كل العالم سمت الحكومة هي حكومة ربط نزاع. لماذا لم يدعو الرئيس بري الرئيس السليماني أن يكون على طاولة الحوار، بما أنه عم تقول ألين بعبدة هو لازم يكون شيء أساسي وأهم من سلاح؟ نقول إذا ما دعا الرئيس سليمان على 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 طاولة الحوار يعني ما لازم يكون في ألين بعبدة. ألين بعبدة هو صحيح إنجاز من إنجازات الرئيس سليمان بعهده، إنما هو ملك الجميع والكل وقعوا عليه بمن فيه حزب الله. تعتقد المعايير اللي وضعها مش معناتها ما لازم يكون اعلام عبد المعايير اللي وضعها الرئيس بالرئيس اللي دعوا اهميه الشباب انه الكل يضلوا يطالبوا ب المعايير اللي وضعها الرئيس بالرئيس للدعوه الى طاوله الحوار برايك وضعت بطريقه انه يستثنى الرئيس سليمان اللي عنده ثلاث وزراء لحد اليوم؟ ما بحب حاكم على النيات. دورة الرئيس بالرئيس عم بيقول انه عم يدعي الممثلين عن الكتل النيابية. هلأ ما في انتخابات لنقول انه الرئيس سليمان صار عنده نواب او ما عنده نواب، صار من وقت ما بلش يفوت بالعمل السياسي عم يتمدد للمجالس تنقول ليش ما عنده نواب. هلأ نحن بنعتبر لا بأس، مش مشكلة اذا دعينا او ما دعينا. نحن اول شيء بحرف وزارة باللقاء التشاوري وممثلين بنواب حزب الكتائب يلي هو حليفنا بالحكومه، ممثلين في الوزير بطرس حرب. الوزير بطرس حرب. واكثر من هيك بدي اقول لك، اذا كان الحوار هو على كيفيه النزول الى المجلس النيابي للانتخاب، نحن كل من يحترم الدستور ويدعو الى انتخاب الرئيس ولا يقاطع جلسات الانتخاب يمثلنا في هذا الحوار، على شرط يكون لضرورة النزول فورا الى المجلس النيابي. تتوقع نزول الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس بعد جلسات الحوار؟ ممكن يكون هيدي هي النتيجة العملية يا ست بولا. انا بشوف باشياء شوي هيك اختلاف. انا نرجع، انا بقول لازم نحط خط بين الماضي والحاضر والمستقبل. ما هي على المستقبل عم بسألك. عم نحكيك بالمستقبل. ما هو نحن اليوم اذا ما في حوار اللي هو برأيي انا ضرورة اساسية ان نقعد مع بعضنا، وكل واحد من كل الجبهات من كل المواقع يرجع شوي هيك نتفي لورا ويبلش يقول بدنا نوصل بهدف واحد، كيف ننجح بالحوار؟ كيف ننجح بالحوار؟ ما انه البلد ما بقى يحمل. اذا بنحط هالمعضله هيك باساس ونقول البلد ما بقى يحمل، في ناس بيقول لك لا البلد بيحمل، البلد بيحمل، خلينا ماشيين هيك. اذا هيك ماشي ما كان طلع هالجهه اللي بدي اسميها التيار الاخر الحديث، التيار الجديد، وتفاعل ومدعوم من الداخل اعلاميا، ممول من الداخل او من الخارج. حتى مجلس الامن دخل هالموضوع البحث. اول صحيح. مره انا بشوفها جلسه طارئه حول جلسه جميل. طارئه انه كيف الحراك عم بيصير. فاذا في ناس مهتمين، نحن لبنان منو جزيره لحاله، لبنان موجود على خارطه محيطه بالبلدان. بعد التوافق او الحوار ونجاح الحوار الامريكي الايراني نجح، مين رعاه مين وصله كيفه اللي عم بيصير اليوم بالعراق شيء كمان لازم واحد يندهش له. التوافق اللي عم بيصير بسوريا كمان في شيء عم بيصير. ما فينا نحن كلبنان نرجع نحط كل شروطنا على الطاوله قبل ما نفوت على الحوار. عظيم، كثير منيح. انا بقول لازم نفوت على الحوار
هو حوار كل واحد يجي عم بيطالب بسلاح طيب فوت حيره جوا استجاب اذا ما حطيته بالحوار يا سيدي اذا موضوع امور اخرى بحطت الرئيس بري امور اخرى. بالنسبه لهذه الامور الاخرى ايضا معروف انه بما انك عم تقول لبنان منه جزيره معزوله، هذه الامور مرتبطه بالوضع الاقليمي بالوضع الدولي بتنازلات معينه احيانا اللبنانيين منهم هن اربابها للاسف. رئيس بري بيحكي عن لبنانة الاستحقاق انه يمكن تكون هاي اخر فرصه للبنان الاستحقاق، هو عارف انه يعني شو حاجه منه هل قد منه ملبنان الاستحقاق هل قد منه لبناني وما حدا صاحب قراره مش هيك. خلينا نتوقف مع فاصل ونشوف هل فعلا ممكن لبنان الاستحقاق. التظاهر اللي عم بيدعوا له يوم الجمعه تير الوطني الحر بينزلوا على الشارع، كيف سيخرجون من هذا الشارع باي اهداف باي مطالب ماذا سيحققون؟ فاصل ونعود مشاهدينا. أستاذ جورج بكسيني، يعني كل الناس بالشارع ليه بتعتقد اختار التيار الوطني الحر أن ينزل مجددا يوم الجمعة؟ يعني هل هو استفزاز للناس اللي أصلا عم تتحرك؟ هل هو ليفرجي أنه بيحشد؟ شو الهدف برأيك من هذه النزلة اللي معروف أنه مش حتغير كثير بالمواقف السياسية؟ بعتقد ضغط مسبق على طاولة الحوار، على جلسة الحوار. بس التحركات مقررة من قبل ما يعلن الرئيس بري عن جلسة بس الحوار. أصر عليها رغم الدعوة للحوار. معنى ذلك أنه عم بيحاول يضغط على جلسة الحوار من خلال هيدي التحرك. هلا قديه بينجح ما بعرف بصراحة. بس الضغط بأي اتجاه؟ التحرك ما بعرف. قديه بينجح الضغط كمان ما بعرف. ولكن واضح أنه بالاتصالات المحاولات الأخيرة اللي حصلت بالعشر أيام الأخيرة حول موضوع ترقية الضباط، يعني مواضيع الإشكال مع العماد عون، واضح أنه وصلت لطريق مسكر وبعتقد بطلت موضع نقاش. أصلا هذا هو السبب الرئيسي، بعتقد هذا هو السبب عم بيضغط على جلسة الحوار لبت هذا الملف اللي هو موضع عقدة. يعني استاذ نوفل، البعض بيشوف انه اليوم تيار الوطن الحر ما بقي شيء الا التظاهر امامه، يعني حاول العماد ميشيل عون بكل الوسائل قلن للفريق الاخر انه بدنا الشراكه، بدنا تشاركونا مثل ما الدرزي بعين جماعته، مثل ما السني بعين جماعته والشيعي، نحن كمان لنا حق نعين جماعتنا اللي هن المسيحيين تحت عنوان حقوق المسيحيين. بتعتقد انه هيدا اللي دفع انه ما بقي الا الاقدام مثل ما قال بالسابق وحذر اكثر من مره؟ انا ما بدي احكم على نتيجه او ما بدي اتوقع نتيجه تحرك الشعبي للتيار الوطني الحر قبل ما اشوف شو اللي بده يصير يوم الجمعه. هلا التجارب السابقة، يعني أنا محل عماد عون ما بكرر التجربة من بعد التجربتين السابقين. اللي بخاف منه إنه هالمرة يكون التحرك مدعوم من طرف آخر، حزب الله يعني يرفضوا بجمهور أكيد، وهون ساعتها بنكون فتنا عمليا بدوز إضافي من الضغط على طاولة الحوار أو على فريق 14 أدار تحديدا لإجباره على تقديم المزيد من التنازلات بعد الدوز الأول يلي انعمل من خلال عمليات التخريب بوسط بيروت، يلي بنهايتها قالوا لنا هيدا مني 7 أيار، يا بتشرفوا على الحوار يا بتعرفوا شغلكم. هلأ ننتقل إذا بده يكون فعلا في حركة شعبية موجودة، واضح العماد عون حجمه الشعبي من خلال التحركين السابقين قد الجماعة بالنهاية. بس جمع يعني حسب التوقعات انه منيح بهالايام. شو جمع هلا؟ شو جمع؟ يعني جمعوا اكثر من 1000، طلعت ريحتكم جمعت قدوا على 15 20 مره. مش هيك؟ انه اليوم اذا بده ينزل فريق سياسي يقول انا بمثل وانا بدي اعمل رئيس جمهوريه، ما في ينزل تحت 100,000 بني ادم، والا بالنهايه بيطلع حدا من جماعه حمله طلعت ريحتكم بيقول انا بمثل اكثر منك، انا الزعيم، انا بمثل اكثر منك، اعملوا معروف انتخبوني. وبالتالي انا ما اخشى انه فعلا يكون العماد عون عم يجرب يضغط على او يحرج حلفائه اكثر بهالموضوع، او حلفائه يكونوا فعلا هن بدهم دوز اضافي من الضغط على طاوله الحوار ليوصل على طاوله الحوار، وبالتالي يمشوا الاجنده تبعهم بشروطهم هن للرئاسه، بشروطهم هن لعمليه تشكيل الحكومه، بشروطهم هن لانهم ياخذونا مره ثانيه على تجاوز الدستور وعلى استعمال الدستور لتغطيه اتفاق سياسي مش على الاتفاق السياسي على تنفيذ الدستور. خليني اقول هون، اذا حشد العماد ميشيل عون هل هيدا
بيعزز حظوظه بالرئاسة أم هيدي مفروغ منها؟ الأمر منه هون ومنه ملبنان ومنه على طاولة الحوار. موضوع الرئاسة حتى لو بده يكون ملبنان ولو بده يكون على طاولة الحوار، هذا موضوع أنا من الناس اللي بيقولوا من سنة 88 خلص، بس العماد عون مش حابب يقنع. هذا موضوع تاني. موضوع الرئاسة هذه شغلة من التاريخ وقد تستمر للمستقبل بالحلم، بس عمليا أكثر من هيك بدنا نحكي موضوع الرئاسة بشكل جدي بلبنان، بدنا نروح نحكي بأطر أخرى وبصيغ أخرى لرئاسة الجمهورية. ما فينا نكمل بهذا المنطق اللي ماشي اليوم. يعني أنا من الداعين إلى أن يكون في مجلس النواب وفي الحكومة ناس عم بتوالي وناس عم بتعارض. اليوم في مجلس النواب واضح انه العماد عون مش قادر يجيب النص زائد واحد، مش قادر عمليا يكون رئيس جمهورية، وبالتالي ما في يروح على ضغط يوصل العماد عون، كما انه ما بقبل يروح على ضغط يوصل حدا تاني. انا من الناس القائلين وضروري كل اللبنانيين يجوا يقولوا يا عمي في عنا قانون، في عنا دستور، في عنا آلية عمل، ما بيجوز تعطيله بكومبين سياسي، ما بيجوز. هو عم بيقول لك في سلطة الشعب، خلي الشعب هو مباشرة ينتخب رئيس الجمهورية. نحن مشكلتنا نرجع ما بعد الطائف، مشكلتنا انه كان القرار السياسي غازي كنعان، رجع القرار السياسي عند رستم غزالي، وهلا القرار السياسي طاولة الحوار. ما بيجوز، ما بيجوز نحن اللبنانيين نتحول لجهاز مخابرات بدير الدستور بلبنان. ما بيسوى، ما فينا انه او بده يكون عندنا قانون او بده يكون عندنا قانون. شو الفرق اليوم بين اللي عم يعملوا عم تعملوا طاولة الحوار وبين كان يعملوا رستم غزالي؟ شو الفرق؟ اثنين سوا عم يخلقوا الدستور، اثنين سوا عم يخلقوا القانون. مش معناتها انه انا ضد اللبنانيين يحكوا مع بعضهم، بس بنحكي مع بعضنا تحت سقف الدستور، مش بنحكي مع بعضنا كيف بدنا نعمل كومبينة تنتجاوز الدستور. ما بيسوى، ما فينا، والا ما رح نعمر بلد. وهودي الناس اللي شايفينهم عم بيحتجوا رح ياخذوا الناس، رح ياخذوا على ثوره. وحتى نحن اللي عم نقول طولوا بالكم يا جماعه، ما بيسوى تروحوا لمطرح، رح يقرفونا ويخلونا ننزل نحن كمان ونقول هالطبقه السياسيه كلها سوا ضد كلكيشه وتفل على البيت. ما بتعتقد اكبر حشد حيكون بتسعى ايلول مقابل طاوله الحوار؟ يعني هيدا المشهد المكرر يرجع يستفز الناس وتنزل؟ اذا بدك ترجعي تقولي مزبوط، الناس ما رح فيها تستفز. انا وجهه نظري الشخصيه، الناس قد ما استفزت ما رح توصل لنتيجة إذا بدها تضرب كل هذه المجموعة السياسية، كل هذا النادي السياسي. الناس بتبلش تاخذ نتيجة بس كل واحد يروح يحاسب جماعته، بس كل واحد يروح يحاسب حزبه ويعمل ديمقراطية بقلب حزبه مثل ما لازم، ساعتها بنغير هذه الطبقة السياسية الموجودة بالبلد. بس إذا بدنا نضل ماشيين مثل ما نحن، يعني انقلبات داخل الطوائف، ما بدي أقول داخل الطوائف، خلينا نقول واقعيا، خلينا نقول ديمقراطية العمل السياسي داخل الطوائف والأحزاب، وإلا رح نوصل لمطرح يغير الدين وكل واحد يرجع يجمع جماعته ونوصل للمأزق اللي عايشين. استاذ بشارة، في سؤال اساسي هون، ان يدعو العماد ميشيل عون الشعب اللبناني يدعي ينتخب هو رئيس الجمهوريه، يعني بعد بيشوف انه هذا مطلب محق جدا. بالنهايه الشعب هو صاحب كل السلطات، والعوده لرايه شغله لا لا لا، انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب بشكل مباشر من الشعب. لحظة لحظة، قبل بقصة موجب الدستور، الشعب هو صاحب السلطان، يمارسها من خلال المؤسسات. طيب. عطول نحن لا إله وما منكمل. طيب بس في نقطة تانية كمان، إنه حقوق المسيحيين ممكن تكون تحصن بهذا الشكل أو بهذه السابقة. يعني البعض بيطرح بيقول إنه اليوم إذا انتخبنا رئيس جمهورية لهذا الموقع المسيحي، نحكي حسب أدبيات البعض، طب بعدين يعني مرة تانية كيف المسيحيين بيوصلوا حدا ولو بيمثل 1% أو 2% في حال كان في تكتلات أخرى بتوصل مين ما بدها؟ يعني هذا كمان سؤال بينطرح. بس بغض النظر عن ذلك، بالنهاية أنت بديمقراطية، أنا على علم شو المشكلة ينتخب الشعب مباشرة رئيس الجمهورية؟ وعماد ميشيل عون أكيد بيطرحها لأنه بيشوف أنه هو بيستفيد من القصة شعبيا، حظوظه الأوفر أنه يوصل. كيف نحن قاعدين هلا؟ كيف هي؟ بدك شعور بالأرقام؟ إذا مش بالأرقام، أنا إذا بدي رئيس مسيحي قوي ما بجيبه بأكترية شيعية بالبلد. شو الحكي نحن باستوديو بتلفزيون منا بالمريخ، نحن بنظام الطائف بسنة 2015 بعد ما تغير نظامنا لصار نظام ينتخب فيه الشعب رئيسه، وإلا منكون خرجنا عن الدستور. نحن ندعو إلى الاحتكام إلى الدستور. هلأ بتقولي لي الدعوة إلى الانتخابات من الشعب حلوة وشعبوية، بقلك طبعا، بس لو كانت تجوز كان بالقليل كان عملها، كان شعب التيار قدر انتخب رئيس التيار. يعني وقت اللي بقلب حزب فيه 15-16 ألف بطاقة ما قدرنا ننتخب رئيس هذا الحزب من شعب هذا الحزب، طبق فينا ندعي إلى انتخاب رئيس من الشعب
ونضرب الدستور بعرض الحائط. نحن بنظام الطائف بعد ما حدا خبرنا انه المؤتمر التأسيسي تنفذ، نحن بعدنا عم نحارب ديمقراطيا وسلميا. علينا انه ننتبه شو عم نعمل وين رايحين. وانا بقول لكل اللي عم بعطلوا انتبهوا يا شباب، نكيب الخوري ما بيسوى نكسر الكنيسة. يعني اذا نحن مش قادرين نوصل على الرئاسة ما منكسر الهيكل وما منكسر كنيستنا. وهيدا مثل يعني ينطبق على المسلمين والمسيحيين، بس هيدا مثل شائع عند المسيحيين انه نكيب الخوري لا يمكن تكسير الكنيسة. لا، في حال للشباب المتظاهرين كمان يجب تصويب خطاب باتجاه صحيح ليقدروا ياخذوا مطالب اكثر. اليوم اذا شو هو الخطاب الصحيح؟ الخطاب الصحيح يروحوا على المطالبه والضغط باتجاه النزول الى المجلس النيابي. يعني اذا بده يتظاهر بكره لطاوله الحوار يروحوا يرفعوا اول شعار للمتحاورين جوا انه تفضلوا يا شباب اتفقوا على النزول فورا الى انتخاب رئيس الجمهوريه وليربح من يربح. اذا ربح العماد عون الكل بيروح بيهني، واذا خسر العماد عون علينا تهنئه من يحصل على اغلبيه. خارطه الطريق كثير كثير بسيطه. انا يعني مش انا بكره اكيد فخمه الرئيس رح يعلنها. انا بقول لك النقاط الاساسيه يلي بتتشكل منها هيدي الخارطه هن اربع نقاط وكثير بسيطين. المطالبة بالنزول فورا إلى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس. 2، تسقط الحكومة أوتوماتيكيا وتتشكل حكومة جديدة يتمثل من خلالها المجتمع المدني. 3، يجتمع المجلس النيابي ويقر قانون انتخاب عصري مبني على النسبية أو على أي فكرة تاني كان عم يحكي عنها أستاذ نوفل مش مختلفين، ويضع مهلة زمنية تقنية يعني لا تتعدى 3 أشهر لانتخاب رئيس الجمهورية، عفوا لإجراء الانتخابات النيابية. 4، والأهم، بعد الانتخابات إذا كان هيدا الرئيس اللي عم بيقوله إنه المجلس غير شرعي منتخبه، مع أنه أنا برفض كلمة غير شرعي لأنه هذا المجلس الموجود حاليا صحيح ممدد لنفسه مرتين إنما هو شرعي. والرئيس ليمان عطى تعريف كتير دقيق لأنه الكل عم بيقوله غير شرعي وبالتحديد العماد عون، بيجي دولة الرئيس بالرئيس بيقول له إذا غير شرعي كيف بده ينتخبك. لا، نحن منقول هيدا شرعي لأنه مجلس النواب سيد نفسه ومدد لنفسه، إنما غير ديمقراطي لأنه لم يحتكم إلى الديمقراطية ولإرادة الشعب ولمن أعطاه الوكالة، ولم يعود إلى الوكيل عند انتهاء مهلة هذه الوكالة. بقول لك أنا غير ديمقراطي نعم، لكنه شرعي وقادر على التشريع. النقطة الرابعة والأهم، بعد الانتخابات يمكن لهذا المجلس النيابي المنتخب تقصير ولاية الرئيس يلي بينتخبه هذا المجلس اللي هن مش معترفين فيه، على أن يسمح لمرة واحدة لهذا الرئيس العتيد أن يترشح مجددا في مواجهة أي مرشح رئاسي آخر. إذا كان في 3 لا يقدروا يأصروا له ولايته وينتخبوا رئيس جديد، هيك منكون فتنا بمجلس نيابي جديد بقانون انتخابي عصري برئيس جديد وبحكومة جديدة. بيكونوا الشباب اللي عم يتظاهروا اليوم للمطالبة حققوا مطلب، من قلوا نضغطوا باتجاه طاولة الحوار انه تعجل سريعا وتتفق على النزول الى المجلس، او ضغطوا على المعطلين للنزول الى مجلس النيابة وانتخاب الرئيس. والقوة هي بمن يجمع اكبر عدد ممكن من اصوات النواب وليست بالشعبوية السياسية. للأسف هذا الكلام اللي كتير مهم أستاذ بشار، هذا الكلام اللي كتير مهم. أولوية الناس اللي عم تنزل بشكل عادي هي كيس الزبالة. عظيم، بس ما بيحل كيس الزبالة إلا بهذه الخطة. يضغطوا إذا بدك اليوم الناس اللي ما عندها أجندات رح ينزلوا يضغطوا بمسألة إلا علاقة بكيس الزبالة، بعدين كهرباء، بعدين المي، بعدين الطرق. ما بتنحل قضية الكهرباء والمي والخطة إلا ما نفوت بالسيستام اللي بيحكي عنه الدستور. مؤتمر التأسيسي استاذ جاك، ضحكت لما قلت تقرب. شو بتعني لك هالكلمه لإلك حضرتك كاقتصادي وما بتشوف بعد ما عشت كل هالعمر بهالبلد واستثمرت انه يمكن صار بده نفضه؟ الطائف كان اتفاق مهم لنا ولملمنا وجمعنا، بس ما تطبق. كثير اشياء ما تطبق فيه. اول نقطه، اذا بنبلش تما نحكي بطائفته بلش نطبق الطائفة اللي هو يعني أنا بحكيك لا مركزية. أنا بشوفها بحلم لإلنا وبتجارب ببعض البلدين القريبة علينا وعايش فيها أنا كتير من أوقات وعندي شغل، قديش ناجحة بالفيدرالية تبعها لي مش فيدرالية باللا مركزية. عم تحكي على العراق؟ عم بحكي عن كردستان. قديش المهمة
هاللامركزية خلقوها وخلوا المجتمع يتكامل ويعيش ويتميز بين بعضه. نحن اللامركزية باتفاق الطائف بحكم ذاتي يعني بكردستان تقريبا تقريبا خلينا نقول انه متكامل هو هي كردستان العراق. وانا كنت كثير من نوابنا الكرام تعوا شوفوا هالتجربة. انا مش تحكي ليكي اذا بدنا انتخاب اليوم رئيس من الشعب تيكون نظامي بدأ اذا بدأ نحن مع انتخاب رئيس جمهورية قبل شيء قبل كل شيء. بس بدنا نقلب هالمعادلة ونبلش بانتخاب رئيس جمهورية من الشعب لازم قبل كل شيء يتفقوا على طاولة الحوار انه نحل المجلس ويجيبوا انتخابات لمجلس جديد هو ساعتها ينتخب هالمجلس الجديد اللي هو بده يعطي الشرعية يقول من هلا ورايح حيصور فيه انتخاب من الشعب. يعني المجلس الجديد مجلس النيابي الجديد بحق له ساعتها يعدل القانون يعدل النظام ويقول هذا لازم ينتخب من الشعب ساعتها ينتخب. بس كل شيء لم يحلوا حالهم ولا عم بيتفقوا على قانون نيابي او ياخذوا هن شو بدهم ولا عم بيطبقوا اتفاق الطائف نجي بنطالب بشيء اخر. هل المجتمع المسيحي وانا مش عم بحكي بس انا مسيحي مرتاح لاتفاق الطائف؟ بعتقد بنسبه كثيره ايه مرتاحين. وكان في شخص الله يرحمه يقدر يخلق المعادله بس اليوم ما بقى في تغيرت كل المعادلات بعد 2005 مات الرئيس حريري. ما بقى اللعبة مسلم مسيحي بلبنان مع انه ان كان ب 14 صار في مسلم ومسيحي وان كان ب 8 صار في مسلم ومسيحي. هذا انتصار بس انتصار بوفاة رئيس الحكومة يومتها انتصار بانه طلع السوري من لبنان. اليوم المعادلة اذا عم بتشوفيها مين بده يبقى على كرسته ست بولا؟ انا بعتقد الطرف الاخر الحديث هالجبهة التيار الجديد اللي طلع عمل هزة هزئ السمنة بجوز يا ثلاثة يا أربعة. الغريب كل المسؤولين على كل أصدتهم إن كانوا نواب أو وزراء أو مسؤولين بأعلى أطراف طقطوا بكرستهم دغري. ليه؟ ما أنه أنت طبيعي إذا هلأ قاعد أنه صار في هزة أرضية شو رياكشن تبعك؟ تطلقتي بالكرسي هزة شعبية صار الشباب حسوا بالهزة طلقتوا بكرسي وكل واحد خاف. يعني أنا ما شفت واحد ضد ما شفت ولا واحد ضد هالتحرك اللي صار من مين بالسياسيين. حتى في ناس زيدوا من النواب زيدوا عليهم. طيب اذا هالقد متفقين معهم تفضلوا شو بالمظاهره معهم اذا هالقد متفقين اعطونا الحق اللي عم بيطالبوا فيه ما انه الشرعيه عندكم. ما بننزل على مجلس النواب معلش تنشتغل يعني ما بدنا بقى رئيس جمهوريه تنتخبوه بس انزلوا اشتغلوا اعطونا شيء تقدر نعيش لا في قوانين ولا بدنا نشتغل بنقبض معاشاتنا وبنقعد بمراكزنا وما بنشتغل. طيب كيف نحن بنرجيكي بالقانون الاقتصادي عم تحكي انت على نظام الشيخوخه كله موجود تحت لك مشاريع موجوده من 96 شو ما بدك على حيله ما بتنشغل شيء. معلش عم بيقولوا قانون الجنسيه ما بينشغل خلوا اللي هون او ما يردوا اللي يجوا برا. نحن هون بنقول انه على شو عم نحكي كلهم عم بيزيدوا على التحرك ونحن من التحرك نحن مش ضد التحرك تبعات. فاذا لا هو اكثر شيء شو بده الشعب اكثر شيء مضحك بقانون الجنسيه انه مين بده يجي بهالايام او على شو على اي اساس بقول سلاح انا رفل طيب. اذا بدهم يعملوا قانون الجنسيه يشيلوا سلاح شو لازم نعمل احسن قول مين بده يجي تنعرف مين جاي. بس ما انه في كثير بلا بعض التعليقات عم تترك جنسيتنا ونروح دار جنسيات. يعني بعض التعليقات على واتساب البرنامج لماذا سيدتي كلما ذهب البلد نحو تغيير او تحول كبير لبناء لبنان جديد نذهب إلى طاولة الحوار. ما في اسم للأسف بس هيدا أحد التعليقات. عمر حلاب عم بيسأل ما هي إمكانية أن يكون هذا الحوار منقولا عبر الإعلام؟ كل شيء منقول عبر الإعلام هلأ أمام الشعب اللبناني. هل يقبلون أن نسمع حوارهم ونرى جديتهم بالتعاطي مع ما هو مطروح؟ هل يجرؤون على ذلك؟ هل يجرؤون على دعوة أشخاص مستقلين مشهود لهم بالشرفية إلى الحوار لإعطاء شهادتهم أمام الشعب اللبناني بأدائهم؟ مراقبين. من هلا بقول لك عمر لا ما هي بدي أقول لك شغلة بولا. نحن طلبنا بأنه إشراك المجتمع المدني يعني الرئيس ليمان أول ما عمل رئيس ودعي لطاولة الحوار لا بس في محاضر على كل حال كمان المحاضر عن المجتمع المدني بقى يا ريت هيدي الطاولة انتبهت لشيء اسمه مجتمع مدني وأشركوه. بالنسبة للحراك السلمي هذا شيء مقدس خاصة جاي من الشعب ومن القلب. لو نزل 200 مليونين لبناني إلى الشارع مفروض نرفع القبة عليهم مش نكسر بإرادتهم وشكرا والله لكم. والله وانتم كنت مغطي بالعالم كله يعني أنا ما حدا ضدهم بس يصوبوا كل شوي كله يعني برأيي يصوبوا مطالبهم يعني الأورو نيوز السي ان ان
المهندسة نسرين شهاب عم بتقول هذه التظاهرات لا تؤدي إلى نتيجة بل تؤدي إلى خراب وفتنة في البلد مثل ما حصل في باقي الدول العربية. يجب أن لا تسقط الحكومة لكن يجب إجراء بعض التغييرات والتعديلات في النظام. سألوا أستاذ نوفل لماذا بتعمل حوار مع حزب الله؟ مش أنت عم تعمل حوار مع حزب الله وهو السبب بخراب لبنان. أنا ضد الحوار. ما بعرف ما سألت عنك دغري. ضد الحوار؟ لا لا لحظة. لازم نحاول. مش ضد الحوار. أنا ضد الحوار على قاعدة أجندة تستثني المشاكل اللي عم نعيشها. أنا اليوم يا أستاذ جاك مشكلتي وين كانت؟ إنه السوري من سنة 90 لل 2005 يقول لي الاقتصاد شغلتك ما تتعاطى بالسياسي والعسكر والأمن. مش هيك؟ وصلنا لمرحلة بالنهاية انه خسرنا النظام السياسي في لبنان وخسرنا حياتنا السياسية وخسرنا الديمقراطية. اليوم حزب الله عم يرجع يكرر علي ذات القصة. الرئيس بري بجدول الاعمال اللي حطه عم يرجع يعمل مثل ما كان عم يعمل السوري بلبنان. هذا الموضوع اللي له علاقة بالعسكر انتم ما تتعاطوا فيه، روحوا شوفوا اهتمامات الناس. هذا القول بانه اهتمامات الناس لقمة العيش بوصل لمرحلة اللي بده يحتل واللي بده يرفض إرادة بده يفرض إرادته السياسية شو بيعمل؟ بجوع الناس، الناس ما يعود بالها إلا بلقمة الأكل. ونحن هون وصلنا حزب الله والرئيس بري من خلاله لهيدي النقطة، إنه ما بقى فيه إيه الناس شو عم تقلك اليوم؟ خي طعموني، شيلوا زبالة. هيدا أسوأ مرحلة ممكن نكون وصلنا لها. ما بقى حدا عم بيحكي بمشاركة حزب الله بالحرب بسوريا، ما بقى حدا عم بيحكي بالسلاح، ما بقى حدا عم بيحكي بضرب النظام في لبنان، صرنا كلنا سوا عم نقول بدنا ناكل. صحيح بدنا ناكل ولكن تنقدر ناكل ونرتاح ونعيش مثل ما لازم بدنا نكون بظل نظام سياسي مثل ما تفضلت وقلت انه من الـ من الـ من وقت الطائف لليوم ما طبقوا للطائف. طيب خلينا نرجع هون استاذ نوفل، بدي اسال استاذ تفضل. بس هيك تذكرتها سنة 58 ايام ثاقب بيك سلام قال لا غالب ولا مغلوب. بعدها لليوم ان شاء الله مع تمام سلام نوصل للا غالب ولا المغلوب. ايه بس هيدي الفورمولا كل عمرها هيك عمرها حكمت البلد يعني ما بعرف قديش توصل لمحل الوصف السحريه. استاذ جورج ماذا يعني، بدي منك تشرح للناس شو يعني مؤتمر تاسيسي. مؤتمر تاسيسي يعني الغاء كل شيء اسمه دستور واعاده مناقشه دستور جديد ومحاصر يعني نظام جديد سياسي جديد ميثاق سياسي جديد عقد اجتماعي جديد. بس الطائف ما كان تغيير للنظام، كان إعادة توزيع السلطة في النظام. صحيح. يعني هون هذا الكلام وهذا كمان المؤتمر التأسيسي يعني مسابسة أو وصول إلى إعادة توزيع السلطة بطريقة مختلفة. هلا ليش منين طلعت المثلث؟ لانه طرحت على طاولات حوار في الخارج ولا سيما منها سان كلو وقت تسربت وسربوها الفرنسيين، انه طرح حزب الله قصه المثلث او ايران. شو نعمل فيها إيران. ايوه لا بس لحظه مختلفين والروم لا لا الروم على المسيحيه مسيحيه كله مع بعض كله مسيحي والموارنه كمان. وليش المسلمين مش مسلمين دخلك في سنه وشيعه؟ لحظه خلينا نشرح انه المثلثه هي سنه شيعه مسيحيين تلت بتلت بدل المناصفه نصف ونص. يعني هلا بس استاذ جورج معلش لحظه دروز وين؟ مش الدروز وين هلا في كثير اسئله بهذا الاطار. بس معلش ما في حسم مين طرحها؟ اذا الفرنسي طرحها على الايراني او الايراني طرحها على الفرنسي لحد هلا كمان بهيدي القصه فيها تقاذف. يا بولا سيد حسن نصر الله قال بتمه كيف؟ ولا قال مؤتمر تاسيسي هو بتمه بس ما قال مثلثي. انا عم بحكي عن المثلثي يا استاذ جورج. هو نفي المثلثي. انحكيت بسان كلو واكثر من حليف لحزب الله أكد ببيروت بمواقف سياسية إنه حزب الله طرحها بعدهم اليوم بيحكوا فيها. يعني هو ما نقال كلمة مثلثي بسان كلو بس نقال كلام واضح إنه هالجماعة تيسلموا سلاحهم بدهم حقه بالنظام بدهم قدرة سياسية داخل النظام توازي السلاح اللي عندهم إياه اليوم. شو يعني؟ ليش ما منبسطها شوي مثلا إنه نحن من لبنان الكبير يلي هلا ذكره 95 لإعلان الاستقلال للطائف وهلا يعني كل مره عم نروح على أسوأ. يعني ليش ما بنحافظ على النظام ومنطور اللي نحن فيه قبل ما نوصل مش عم قلك لك للمعنيين بهذا الموضوع انه دائما يلي عم نكون فيه وننتقل منه لا اللي غيره عم يجي غيره اكثر تعقيدا واكثر سوءا. انا بقول لك النظام اللي نحن فيه كثير كويس واثبتت التجربه انه كثير كويس وكثير مقبول. والدليل بس والدليل هالدولة الفاشلة انه الناس راضيين يعيشوا مع بعض. طيب
الدليل انه في كونترا سوسيال بعده محترم بالرغم من بعض الطمع وبعض الجشع السياسي بعد الناس انه بعد ما قتلنا بعض. لا حتى هيدي بيقولوا لك هي حتى هي بيقولوا لك قرار خارجي مش داخلي مظله دوليه. بتعرفي شو يعني انسحاب؟ بتعرفي انه في ناس كانوا يقولوا اذا بينسحب السوري من لبنان رح يذبحوا بعضهم اللبنانيه وكانوا وزراء يقولوها ورؤساء يقولوها ورؤساء حكومات كانوا يقولوا هيك مضطره اختم حرس لانه بس مثل صغير بدنا نستضيف الجنرال اندري ابو معشر المصريين بالنتيجه. سؤال صغير بس لتوضيح موضوع النظام، انت برايك اليوم اذا كنا بنظام فيدرالي اول شرط للنظام الفيدرالي سياسي خارجي وحده وسياسي دفاعي وحده، مش هيك؟ مش متفقين عليه انه كيف بدي اروح على تغيير النظام؟ اثنين، اذا كنت بنظام رئاسي وعندي هيدي الطبقه السياسيه يلي متهمه بالفساد هي حاكم البلد وهي عم تتقاسم الحصص، شو بكون غيرت؟ طيب. المطلوب رح جاوبك بعد الفاصل مع معرض ومؤتمر الامن في الشرق الاوسط والعميد الركن الطيار اندري ابو معشر اللي رح ينضم لنا. نعم بعد عندنا مؤتمرات ومعارض بلبنان رغم كل هذا الظرف بدنا نضوي عليه بدنا نحكي عنه وشو اهميته بعد هذا الفاصل. بشكركم جدا على وجودكم معنا استاذ جاك، استاذ بشاره، استاذ جورج، استاذ نوفل جنونتك، اهلا وسهلا فيكم جميعا. فاصل مشاهدينا ونتابع انترفيوز. ب 8 و9 و10 ايلول يعقد في لبنان معرض ومؤتمر الامن في الشرق الاوسط. رئيس اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر الكبير والمهم جدا خاصه ان يعقد في لبنان وفي هذه الظروف معي العميد المتقاعد اندري ابو معشر. اهلا وسهلا فيك جنرال. يا هلا. اول شيء يعني بدنا نسلط الضوء شوي، ما هو هذا المؤتمر او المعرض؟ هو مؤتمر ومعرض بنفس الوقت، ولماذا يعقد في لبنان؟ سماس 2015 هو حدث إقليمي ينظم كل سنتين. سماس هو كناية عن معرض الأمن في الشرق الأوسط برعاية دولة الرئيس سعد الحريري، والمؤتمر مؤتمر الأمن في الشرق الأوسط برعاية العمال أهوجي قائد الجيش اللبناني. اليوم عنوان المعرض والمؤتمر كيفية تطوير قدرات القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب. المؤتمر هو ندوة مفتوحة وحوار شفاف وصريح حول التحديات اللي بيواجهها المجتمع وحاجات القوات المسلحة من العتاد ومن التدريب ومن الأسلحة لمواجهة المشاكل والمصاعب وهالمخاطر هذه. طبعا الجلسة الافتتاحية راح يكون ضيف الشرف فيها الرئيس السابق الرئيس العماد ميشيل سليمان، وهناك ندوات جانبية راح يكون ضيف الشرف فيها معالي وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب، معالي وزير العدل اللواء أشرف ليفي، ورئيس لجنة الدفاع النيابية الأستاذ سمير الجسر. طبعا المعرض السنة رح يكون بمشاركة أكثر من 15 دولة أجنبية وحوالي 150 شركة تعنى بشؤون الأمن والدفاع، شركات محلية وشركات أجنبية رح تحاول تعرض الحلول التي تستجيب للمخاطر والتحديات اللي بيواجهها المجتمع والمؤسسات والوطن. يعني بعتبر هو مؤتمر لمتخصصين او اي شخص مثلا مهتم بالموضوع بيقدر يحضر بيقدر يكون موجود، او لا هيدا يعني موجه لاصحاب الشان اذا فينا نقول؟ الى حد ما موجه لاصحاب الشان، انما اليوم الامن هو مسؤوليه تكافليه تضامنيه ما بين كافه مؤسسات المجتمع. ما فينا نقول انه المدنيين غير معنيين بالامن، ولا فينا نقول العسكريين غير معنيين بالشؤون التي ترتبط بامن المدنيين. بس هو يعني معرض امني عسكري. نعم، هو معرض امني عسكري، انما نحن اعطيناه السنه طابع اهميه الحلول المدنيه للمجتمع. اليوم خاطر الارهاب تتهدد الابرياء والامنين. واليوم صار في تشابك بالمهام التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحماية المدنيين وحماية الأبرياء. منه حصرا للحلول الدفاعية، هو جملة مروحة من الحلول الدفاعية الأمنية والمدنية لبناء مجتمع آمن ولبناء غدا أفضل. الصور اللي عم نشوفها هي اللي مشاركين لسنوات الماضية. صحيح، هذه الصور من نسخة سماس 2011
اللي صارت بالبيال بالدورة السابقة. نعم قلت لي كل سنتين هو طبعا. هذا صحيح. المعرض يعني صحيح. عم بيكون موقعه بلبنان كل مرة أو عم بيتنقل على الدول العربية؟ لا هو بسماس هو ببيروت. سماس هي هو معرض لبناني ونحن نفتخر أنه بدورته الثالثة عم بيصير ببيروت وعم بيشدد على دور لبنان وأهمية دور لبنان في استقطاب المعارض الشكل من المناسبات اللي نعم. تجتمع فيها أصحاب الاختصاص والشركات الدفاعية. شو هي المخاطر والتحديات اللي إلها علاقة بالأمن اللي بتواجه لبنان تحديدا وهي مختلفة عن المحيط؟ لا أبدا، لبنان هو جزء من هالمحيط العربي، واليوم اللي عم نشوفه من مخاطر وإرهاب عم بيكون عابر للحدود، عم بيكون عابر للثقافات، عم بيكون عابر للمجتمعات، ونحن اللي عم نتعرض له عم يتعرضوا كل المنطقة. واليوم هو اليوم مطلوب انه يكون في منصة او في منبر للحوار ما بين كافة المعنيين بمكافحة الارهاب ان كان اقليميا ولا كان محليا، ليكون في فعالية بهالتعاون ويكون في فعالية بمكافحة الارهاب. طب القطاع الخاص يعني بيلاقي شيء بهذا المؤتمر او بالمعرض حتى بهمه او هو فقط موجه للقوات المسلحة للجيش للعسكر؟ احنا لانه انطلقنا السنه من انه الامن هو مسؤوليه مثل ما قلت لك مسؤوليه تكفليه تضامنيه ما بين كافه مؤسسات المجتمع، اعتبرنا انه في ثلاث اهداف رئيسيه لازم يحققها هالمعرض وهالمؤتمر. اولا التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والاجهزه الامنيه لتوفير بيئه امنه للاستثمار وبيئه امنه للتنميه. اثنين نحن نركز على دور الصناعات اللبنانيه والقطاع الصناعي مطالب أن يكون له دور أكبر في دعم المؤسسات الأمنية أو في القطاع الذي يعنى بالأمن والأمان والحماية والسلام. من هون بننتقل للنقطة الأساسية اللي هي وين دور الشباب الجامعي في خدمة القطاع الصناعي وفي خدمة أو تلبية متطلبات الأجهزة الأمنية. بالمعرض نحن خصصنا جناح سميناه معرض العلمي للإبداع والابتكار Science Fair for Innovation and Creativity، وهو من خلال هالمنبر اليوم بدي وجه دعوة مفتوحة لكل الجامعات اللبنانية لكل الطلاب الجامعيين الذين أنجزوا مشاريع تستحق أنه تاخد محلة بهالمعرض وتنعرض أمام جمهرة من الصناعيين أو المستثمرين أو الأجهزة الأمنية، علنا نقدر نحول أحد هالمشاريع إلى مشاريع استثمارية صناعية ناجحة. اليوم لا يمكن هذا جزء من الساينس فير عم نحكي طبعا يعني يجوا يعرضوا شو عندهم ابتكارهم او صحيح. اختراعهم صحيح. او اي شيء صحيح. اوكي نحن لغايه التاريخي عندنا حوالي 15 جامعه اجوا تقدموا مشاركين ونحن بنرجع اليوم بنجدد الدعوه لكل الجامعات اللي هي لم تلتحق بعد بقطار هالحدث هيدا انه يجوا اليوم مش بس في وقت بجمعه يعني يكون في موضوع مش الجامعه تيجي تعرض ما عندها. اليوم هو نعطي equal opportunity أو فرص متوازية لكل الطلاب أنه يقدروا يكونوا هني جزء من هالتطور وهالتقدم. اليوم معظم الأسلحة ترتكز إلى التكنولوجيا ونحن الشباب الجامعة اللبنانية ما شاء الله نحن عنا الفكر عنا الإبداع عنا الطموح، إذا ما خلقتي له فرصة أنه يكون جزء من هالتطور هيدا بتكون أنت عم تحرمي حالك وعم تحرمي الأجهزة الأمنية من أي عم تحرم الشباب الجامعي نعم. من انه يكون عنده امل بغد افضل. خلينا نتوقف مع فاصل اخير رح نرجع نكمل معك نشوف كيف هذا الشباب الجامعي فيه شارك، المواطنين العاديين كمان شو دورهم بمساله الامن، ولاحظت انه في عندك مشاركه من وزاره الزراعه، قطاعات صناعيه، صليب احمر، شو السبب؟ كله هذا بعد الفاصل جنرال، فاصل ونعود. نتابع انترفيوز مشاهدينا مع الجنرال أبو معشر. جنرال السؤال بديهي يعني هل الظرف اليوم مؤاتي لتنظيم معرض من هذا النوع من معرض يعني أمني عسكري بالأوضاع اللي عم يمر فيها لبنان؟ سماس 2015 هو حدث ينظم كل سنة سائبت السنة الظروف إلى حد ما غير مؤاتي من وجهة النظر الاجتماعي، إنما
بتفيدوا شرطة الشغب مثلاً. نو اسمس 2015 ينطلق من النقطة اللي توقف عندها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بل وطالب بأهمية دعم القوات المسلحة، وهذا موضوع لا يختلف عليه اثنين، وهذا موضوع لا يمكن بناء غد آمن أو مجتمع آمن أو غد أفضل إلا إذا ما قدرنا نحن دعمنا وساعدنا الأجهزة الأمنية أنه تقدر تنجز مهامها بنجاح. الأمن شيء أساسي، وأنه نحلم بغد أفضل هذا شيء مهم. ست بولا، الخيبي تؤدي إلى الإحباط، والإحباط يؤدي إلى التطرف، والتطرف يؤدي إلى العنف. من الظلم أنه نحن نتهم الأجهزة الأمنية أنه ما قدرت احتوت العنف عندما تضطر إلى التدخل لاحتواء العنف. اليوم الأجهزة الأمنية بحاجة أنه يقف حدها، بحاجة أنه ندعمها. بس كيف المعرض بيدعمها وبيساعدها وبيقف حدها؟ اليوم عم نخلق منصة للتفاعل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما بين المجتمع المدني والأجهزة الأمنية. اليوم بدعم مباشر من قيادة الجيش، وبدعم مباشر من المديرية العامة للأمن الداخلي، الأجهزة الأمنية كلها مشاركة، عم تطلب أنه نحن حابين نوقف حدكم ونسمع نتواصل معكم، ويكون في تعاون مباشر ما بين الأجهزة الأمنية والقطاع العام والقطاع الخاص وكل المعنيين بالأمن. يعني في workshops، في دورات تدريبية، في طبعا في يعني على سبيل المثال للحصر، هناك مشاريع مذكرات تفاهم يقوم بها قيادة الجيش بالتعاون مع الجامعات. اليوم هذا المعرض لتعميم هيك نوع من النشاطات، هيك نوع من المبادرات، كيف نحن ممكن نكون أقرب من بعضنا. المؤسسات الأمنية بحاجة إلى استقطاب الشباب اللبناني، بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الشباب اللبناني، تفهم حاجتهم، تفهم مشاكلهم، والشباب الشباب الجامعي أو الشباب أو المجتمع المدني بحاجة يفهم نظم عمل المؤسسات الأمنية، كيف تتصرف بالشدة وكيف تتصرف بحالات الكوارث. هذا التواصل هو لمزيد من الوعي ومزيد من التواصل ومزيد من ردم الهوة ما بين المؤسسات الأمنية وبين المجتمع. ونحن نبني جسر من التواصل المباشر بهالمعرض والمؤتمر. على كل حال، هالأيام عم بيتسقفوا اللبنانيين أكثر وأكثر عن عمل الأجهزة الأمنية، عم نشوف يعني شو عم بيصير بالشارع، ويمكن عم بيصير في وعي أكثر وأكثر على طريقة عمل هذه المؤسسات. الناس عم تسأل وعم بتحاسب وعم بتوقف على كل كلمة بهذا المجال. أنا لفتني كتير أنه وزارة الزراعة موجودة معكم، بأي إطار وكيف، وشو علاقة الزراعة بالأمن والعسكر؟ وزارة الزراعة حبت تشارك معنا، عندهم برامج ترتبط بالأمن الغذائي والأمن البيئي وكل المواضيع ترتبط بالتوعية لجهة المخاطر اللي ممكن تتهدد الموسم الزراعي أو الناس بشكل بسيط. هذا مثل على أنه المعرض ليس هو حصرا لعرض الحلول الأمنية، إنما هو عرض لمروحة من الحلول اللي هي ممكن وضعها بإطار أمني. ممكن اليوم نحن نقول إذا تعرض قطاع المصرفي لقرصنة يمكن أن يؤدي هذا إلى انهيار مالي أو إلى أزمة مالية يهدد أموال المودعين. لازم يكون في عنا نحن إدارة وتحليل المخاطر، خطة طوارئ. ليس الأجهزة الأمنية حصرا هي مسؤولة عن الموضوع، إنما الأجهزة الأمنية يمكن تضطر إلى التدخل بحال صار في أزمة مالية وصار في عنف. لهالسبب نحن منقول أنه لحظة تدخل الأجهزة الأمنية هذا يعني أن السياسات الأخرى لم تكن ناجعة أو لم تحل دون الوصول إلى هذه الحالة من العنف أو من هذه الحالة من الإحباط. لذلك اليوم كل المؤسسات أو كل الوزارات معنية بمكافحة الإرهاب. هناك مؤسسات أو وزارات ليست بعسكرية مثل وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الاجتماعية. كل هالوزارات معنية بوضع سياسات متضامنة متكافلة لنوصل لمجتمع آمن، مجتمع بيئة استثمارية يمكن أن تساعد أنه تخفف من البطالة، تخفف من الإحباط، تخلق فرص عمل. هي المقاربة اللي نحن بحاجة لها، وليس المقاربة العنفية أو موضوع بس حصرا السلاح. في مشاركة دولية أيضا في هذا المؤتمر؟ طبعا. أي دول مشاركة وكيف؟ عبر يعني منتجاتها، عبر صناعاتها؟ صحيح صحيح، هناك عدة دول مشاركة بشكل جناح خاص فيها، أو في شركات أجنبية مشاركة ضمن
عم شوف سيارات ضمن عملاء. نعم هيدي السيارات هي لل مصفحة مصفحة صح. أهم الأجنحة اللي عنا إياها نحن عنا جناح الشركات الفرنسية بحضور شركة أوداس وتلاس وإيرباص والعديد من الشركات الفرنسية المعنية بتوفير العتاد للجيش اللبناني. عنا جناح برازيلي مميز ولافت. عنا جناح من الشركات التركية شركات المصرية. هناك عدة شركات أو عدة دول مشاركة بشكل أو بآخر بهالمعرض. كما أنه هناك عدة وفود رسمية أمنية وجاية على المعرض لتشارك ولتوقف لتتفرج على الحلول اللي عم بوفرها المعرض. عرفنا أنه المعرض ببيال أي أوقات واحد بيقدر ينزل يشوف هذا المعرض؟ وهل الدعوة عامة مفتوحة؟ الدعوة هي إلى حد ما مفتوحة إنما لا المتخصصين بهالمجال. هيدا نحن بنرحب. شو بدي أعمل فيها أنا للدعوة؟ أول شيء ما لي علاقة بهذا المجال. لا بالعكس، نحن بس في ناس كتير بتحكي عن الإعلام الأمني أو أصول الإعلام الأمني أو الداء إلى أي مدى يمكن كل شيء تفوت له الأمن. طبعا الأمن هو خبزنا اليومي. طبعا طبعا. أوقات المعرض، أوقات المعرض، المعرض كمعرض من الساعة 12 للساعة 9 بالليل. المؤتمرات بتبلش من الساعة 10 إلى الساعة 12 أو الساعة 1. هيدا عم نحكي 8 9 10 أيلول، يعني تقريبا بعد أسبوع. نعم صحيح. لح يشهد تشهد بيروت بيال. نعم. هذا المعرض المهم والكبير، وفي المؤتمر إلى جانب المعرض فينا نقول شوي هيك ذكرت بعض المحاور، بس فينا نقول أي أوقات لح يكونوا الندوات؟ طبعا الجلسة الافتتاحية هي نهار الثلاثاء بـ8 الشهر مع رئيس مشير سليمان. رح يكون رح يلقي كلمة راعي المؤتمر قائد الجيش اللبناني ممثل عن قائد الجيش، رح يلقي كلمة عن راعي المعرض كمان ممثل عن راعي المعرض، بالإضافة إلى كلمة ضيف الشرف اللي قلنا العماد ميشيل سليمان. إضافة إلى تاني يوم في عنا ندوة عن الأمن السيبراني، رح يكون ضيف الشرف فيها ويلقي كلمة الافتتاح فيها معالي وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب، إضافة إلى الإدارة العدلية للأمن السيبراني. كمان شو يعني الأمن السيبراني؟ سايبر سيكوريتي، يعني كل شيء يرتبط بالإنترنت. نعم صحيح صحيح. رح يكون ضيف الشرف فيها معالي وزير العدل اللواء أشرف ليفي. وباليوم الثالث في ندوي عن تطوير قدرات القوات المسلحة، وأكثر شخص هو مرتبط ارتباط مباشر بهالموضوع هو رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب سمير الجسر. طيب نحن فينا نعمل شيء بعد أستاذ أندري؟ كيف فينا ندعمكم بهذا المعرض؟ في شيء بتحب تضيفه بالآخر؟ أول شيء نحن بنشكر قناة المستقبل على دعمها ورعايتها للمؤتمر. واجبنا. وأكيد فيكم تعملوا أنه تشرفونا وتشاركونا بفعاليات المؤتمر وفعاليات المعرض. منحيي جهودكم على كل حال، ومنحيي إصراركم أنه تستمروا بهذا العمل رغم كل شيء. على كل حال هيدا بلد بده يعيش وبده يستمر، ما في شيء، لن نفقد الأمل. أكيد أكيد. على كل حال ديما كمان ديما رزق لم تفقد الأمل. خليني وجه لها تحية أنا وياك جنرال. ديما عم تعمل هالبراسليات الحلوين كتير، الأساور اللي عم نشوفهم عم بتوزعهم تقريبا بكل العالم. هيدي الأساور بتدعي فيهم إلى السلام وإلى المحبة. هيدي أسوارتي بيس. بدي أشكرها كتير ديما على الأسوار الحلوة، وأتمنى لها التوفيق. عم تشتغل من لندن وعم بتكون سفيرة للسلام حول العالم. طبعا يعني مشروع ما كنا حكينا عنه، لا يبغى الربح، يبغى فقط نشر ثقافة السلام ما بين الناس والمحبة. بشكرها مرة جديدة لديما رزق. بدك تقول شيء جنرال؟ تفضل. كنت عم بقول انه السلم والسلام هني كمان هني رديف للأمن. وهون كمان بدي حيي إدارة أو هيئة الصليب الأحمر على موافقتنا أن يكونوا شريك استراتيجي بهالمعرض، لأنه المعرض منه هو للإضاءة على إنجازات كل المؤسسات التي تعنى، إن كانت مؤسسات مدنية أو مؤسسات عسكرية. ومن هون نرجع نوجه الدعوة لكل العالم أو لكل القطاعات التي تعنى بالسلام والأمن والأمان والوقاية أن يكونوا مشاركينا بهالمعرض والمؤتمر. أهلا وسهلا فيك جنرال مرة جديدة. يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا أنا بشكر متابعتكم لهذه الحلقة وبشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.